فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة ثلاثة ديال العشية على جدا إفام. مستمعي الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاكم الرياضي على شدا اف ام برنامج البطوله الموعد لكم اليوم من 2 حتى الجمعه من 1 حتى 3 موضوع مهم هذا جبتي لنا عنده علاقه بالبرمجه وما كاينش شي واحد ما معليش به صراحه هي هي ولا انا دوك طاطو ديال فرنسا لكن هنا ما كمل كابتن فخر الدين اهلا وسهلا افندي كابتن افندي تحية لكم إيمان وميما وجميع صديقين وصديقات البرنامج. هادشي ما فيهش شي بلاغ ولا شي حاجة. ما يمكنش. ضروري من بعد المرات البلاغات. ما كايناش أونكور. لا ضروري من بلاغات فريق. لا بلاتي تذكر واحد القضية مهمة قبيلة. ضروري كتقلب على الملعب فين. لي كونديسيون اللي فيه بعد الملعب. بعض الوقيت إلا كنتي خاصك تلعب أوبليغاتوار ما كتبقاش هي المكان الملعب. لا الأرضية لا والو. إيمان أهلا وسهلا. تعرف اخر الدين وكل مستمعين اللي كيسمعونا دائما على شادي فهم واكثرت الهم كتضحك الله يسمح لينا من المستمعين والله العظيم كتبدا في الاول في موضوع جدي بالاوف كتاخذ شي حاجه حتى في الاخر كتحول شي كتبدا تضحك على شي حاجه اللي هي مع الاسف خصها تكون المود ديال الفريخ كيقدر يتبدل في 5 دقائق زعما فهمتي ديك الساعه على حسب يحيي العظام وهي رميم. اليوم مستمعينا الكرام الحديث على بدايه بعد تذكير بالجوائز ديال الكاف الحفل اللي احتضنته مدينه مراكش البارح الفائزون وكذلك ما نقولوش الخاسرون كاين المتوجون هضروا على المتوجون اضافه الى البطوله الاحترافيه المؤجل ديال الدوره 8 والبرمجه اللي عاد طاحت البارح ديال مباريات الدوره 12 واللي عندها علاقه بسفر نهضه بركان وفريق الوداد. احنا غير كنجتهدوا ولكن غادي نطرحوا اسئله دون ان تكون لنا اي خلفيه في هذا الباب. اسئله بقينا كنطرحوها من اسابيع اللي داز باش كنا كنسول على شي مباريات علاش تاجلات خاصه مباراه نهضه بركان اولمبيك اسفي علاش تاجلات ما هي الاسباب كذلك الشان هذه الدوره هذه ديال الدوره 12 لان هذا عنده علاقه بمنافسات البطوله اللي غادي تعاود توقف عاوتاني وشي فرق غادي يعاودوا ثاني كيلعبوا ماتش وكيرجعوا فلنا باش نبقى تسول على الريتم وعلى هذا لا صافي ما بقيتيش تقدر هذا الشيء طال امر الواقع هو هذا دابا كنعيشوا في يعني خاصك تعود دابا لا راه العكس رفيت تعود خاصك دابا قولي شي حاجه اخرى وغادي نهضروا على بطولة القسم الثاني الدورة ديالها 14 واللي تلعبات هاد الويكاند بداية فخر الدين اليوم الجولة السادسة او الدفعة الاولى ديال المباريات ديال الجولة السادسة ديال الشامبيونز ليغ مجموعات من 1 حتى 4 واه سير عاوتاني توكل على الله وقف امام حدا الشاشة مونير وما عليك غير لا لكن اليوم عاوتاني الناجحون والساقطون حتى وصلوا للمنعرج الخطير اللي كنقولوا حنا اللي صافي ما بقاش فيه كتعرف ديك السون فوت هي اللي غتكون اليوم بعد الفرق اليوم غادي تبين لك اما لا كاليفيكاسيون ولا واش كاين شي فرق اللي قدرت تلعب المصير ديالهم ديال العام كاع اليوم شوف نعطيك واحد القضيه بحال دابا واحد الفريق نخرجوا ليها نقولوا نسميوه بحال باريس سان جيرمان من الفرق اللي إيه فوا كيخرج من تشامبيونز ليغ صافي لا حديث على الا وعلى باريس سان جيرمان وعلى بان هذيك البطوله اللي جا كيقول لك حنا البطوله كنديوها بانريكي ولا بلا انريكي كنديو حنا البطوله سكي فاهم ملي كنجيب واحد المدرب اللي هو عنده ليكسبيريونس كان في المنتخب هذا كنجيبك على اساس باغي تشامبيونز ليغ دابا هذه فرقه قالت لي نزيدك شكون هما الفرق الاخرين اللي عندهم تاريخيا بحال البايرن مانشستر مازال البايرن راه مكاليفيا انا كنقول لك يعني كاين بعض الفرق اللي هي مانشستر فخر الدين اللي لعبه اليوم خصها فيكتوار وتنتظر وغاتستقبل البايرن اللي عاد خاسره بخمسه هذا هو المشكل دابا البروبليم باير جو نو بونس با مونير مازال اللي يقدروا يقبلوا عاوتاني شي انتان اخرى ولا شي حاجه والمانشستر غيقبلوا بحال ولكن شكون اللي هو اللي
لي زالمون انا كنبغي نقول لي زالمون عندهم حظوظ اكثر حيت مانشستر يونايتد ما كتعرفهاش كيفاش خصوصا بعد لا ديفيت ديال دابا المشكله جي بجوجهم جايين من 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 هزيمات وهزائم اللي هي لو سكور فيها كان لارج وحده بخمسه والاخرى بثلاثه دابا كيفاش غادي ترجع هذوك الدراري لي زونترينور ديالو كيفاش كانت خدمه غير هو العقليه ديال المحترف تختلف كثيرا على الهاوي تقدر على الهاوي تقدر منير يسيف في واحد الجلسه وهذا هذا ويخطو الامور ومدرب حتى هو يلقى واحد الحلول وهي فرقه اخرى تبان لك فالتاهل ملعوب في جوج ديال المجموعات المجموعه الاولى والمجموعه الثالثه المجموعه الثانيه راه ارسنال وبيز فين دوفن راه دازو المجموعه الرابعه ريال سوسيداد وانتر ميلان راه دازو ولكن المجموعه الثالثه فيها الريال هو اللي مكلفي وباقي البطاقه الثانيه مدريد شكون اللي باقي تما باقي نابولي وسبورتينغ براغ غالاتاساراي في المجموعه الاولى مازال ملعوبه بيناتهم بايرن ميونخ ديجا كاليفي باقي المركز الثاني ملعوب بين كوبنهاغن وغالاتاساراي ومانشستر يونايتد واللي عنده مهمه صعيبه هو مانشستر يونايتد اللي غادي يدخل غادي يدخل بايرن في الوقت اللي غالاتاساراي مع كوبنهاغن كل شيء مربوط مهم دو ماتش اللي يتشافوا في هاد الامسيه ديال اليوم المباريات عطاش نذكروا بالبرنامج ولا بلاش ولا حين كاين مباريات القمه راه باينه والتيليكوموند ديال فخر الدين راه باينه فين غتمشي اليوم غادي تمشي غتمشي لمانشستر يونايتد و هذاك نبغي نشوف انا الماتش ديال بايرن ميونخ حتى غالاتاساراي مع كوبنهاغن حتى هي غالاتاساراي حيت خونا وحيدنا حكيم زياش نشوفوا واش غادي التكاليف ولا لا البرنامج 7 الا ربع ديال العشيه بيز فين دوفن ارسنال لونس مع سيفيا هذا اوكي اللي بغى يتفرج في لونس شوفوا نائل العناوي ضد يوسف نصيري لونس مع سيفيا ثم سيفيا جو كخوا جابوا واحد المدرب نو ما عرفتش لا نو انا ما سمعت والو ما قريت ما عرفت ما شفتش ما عليناش مع تسعود مانشستر يونايتد بايرن ميونخ الانتر ريال سوسيداد هذا ماتش كيتشاف ولكن بدون يعني ما عنده حتى شي ثم اونيون برلين مع ريال مدريد حتى هو ثم كاين نابولي مع سبورتينغ براغ كاين دي ماتش اللي غادي يمكن نابولي دير لا ديفيرونس مالغري لي وكوبنهاغن غالاتاساراي مارغري تاعي تاع نابولي تاعي راجيه من هزيمه وقيلا ديرنيرمو في البطوله تدخل تقلب جايه من هزيمه ها هي ايمان غادي تشوف واش جايين من هزيمه انا بقيت كنقلب على لونترينور جديد اما بان لي حتى شي خبر كاين ديال سي في لا كتيك واش جابو لا ما كتيكش جابو انت كتيك وقيلا جابو شي مدرب لا ما كاين حتى شي اونترينور جديد علينا هذا البرنامج ديال مباريات الشامبيونز ليغ ونذكروا بانه حتى اصحاب المركز الثالث فكاين لاعبين ديك الكاليفيكاسيون ديال الاوروبا ليغ انما في الجوله السادسه ديما كيبقى الكاليفيكاسيون دور الثمون بعد ديال الشامبيونز ليغ الاولى عاد هذاك المركز الثالث كيقولوا داك زعما ما تكاليفيناش هنا راه حنا دزنا الاوروبا ليغ كتجي منافسه شويه بالنسبه لهم هما اقل وخطر ولا منافسه فيها ليفربول وفيها تيارة ما تنساش تحت راه تاش كاين حلو واحد العام كاس تبارك الله عقلتي واحد العام كاس الكاف فاش تأهلت سموحه لدور المجموعات وديك مولوديات العلمه في الجزائر والكاف دازت ليه الزمالك ونجم الساحل وكل شيء تحيه للاصدقاء ديالنا رشيد قال لك سيمونيل كلام فخر الدين صحيح مدرب سيفيا دييغو الونسو سبق ليه واجه الوداد في كاس العالم الانديه عندما كان يدرب باتشوكا واقيلا شكرا لك خويا بارك الله فيك سيف خير الدين راه ابراهيموفيتش رجع للميلون او اوتون كونسيي اي ماناجمنت بيان سير ويستاهل السلام عليكم الاساتذه الله يحفظك اودا سي عز الدين نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده سؤال سيف خير الدين هو رايه في لاعبي امريكا الجنوبيه بما ان الرجاء قريب من التعاقد مع مهاجم من هذه القاره وشكرا واخويا انا هذاك النهار هذا اسمح لي انا الاتجاه ديالي بما انه ناجحين في جنوب الصحراء عند بعض الفروق لماذا كينجحوا فيما مشاو عندهم ديك لادابتاسيون فاسيل فيما ديتيهم ديتيهم الخليج ديتيهم الاسيا ديتيهم انا علاش لا منير حنا ما كنفكروش بهذه الطريقه يمكن كيجيونا غاليين حيت واحد اللاعب لو تيجيبو من الارجنتين ولا من يعني كيف كنقولوا من البطوله البرازيليه منير ولا هذا ومن الاوروغواي باراغواي كاينين الا قلبتي في البطولات كاين اش من المكسيك اش من عيار ثقيل ما تعولش عليه مشى للخليج ولا مشى للاهلي ولا الخليج لا منير قول له ولا ولا يمشي لاوروبا دوك ديال المكسيك لا واش ثقيل كاع ثقيل هذاك ثقيل ملي كنقول كلمه ثقيل ما نصنفوش انا كاع هذاك ثم لتحت حنا الا بغينا نقلبوا على داك
اللي غيدخل هنا وغيدير لك لا ديفيرونس بغيتي ولا كراتي، عنده لا تكنيك، عنده كل شيء، غادي تعطيه مسائل ديالو توقع معاه ودير ليه، انا عندي يقين غادي يعاونك. ولكن نغيروا شويه الوجهه حيت هاد جنوب الصحراء بالنسبه لي انايا ليبوك ديالها عشناها احنا جو فابور هذوك اللعابه عشتو تا ليبوك البرازيل الرجاء الوداد اي فرقه في المغرب في البطوله الوطنيه كان عندها واحد اللعاب من جنوب الصحراء لي غارديان دو بيت حديت ولا حرج لي زاتاكون ما تنساش بانه لي بريزيليان في ديك الوقيته خوسي عند كونيطرا تيدير لا ديفيرونس ما عرفو حتى واحد شينا حنا اللي جبناه لعب ضدنا انا مع واحد الفرقه خداته الوداد غتكون خداته واقيلا ديك الساعه الى سولتي غادي الناس تضحك يقول لك هاد اللاعب شحال تشرى شي ثمن شي ثمن اللي هو ما كاينش كاع وكان رير دروات ان تكنيسيان مونير وظريف دوزنا معاه واحد الحقبه اللعابه كانوا مشتين كيف كنقول انايا خذ مني ما بغيتي وبثمن مسانداو شحال غتجيبو انت دابا ولا داك ابراهيم ولا ابراهيم ولا عثمان ولا عثمان ديال جديده شحال غتجيب الجول ديال جديده ايفان ايفان الله الله شحال غتجيب الجول اللي جابت الوداد ديال الجيري انترناسيونال بن عبد الله بن عبد الله شحال غادي دريد اللي كان بحال انترناسيونال شوف شحال غادي تجيبو بشحال تمشي عند اتحاد طنجه كانوا عندها دي جوور شوف المغرب كامل البطوله ديالو كانوا فيها لاعبين مستوى عالي وعالي جدا وبثمن يعني والو وهاد اللعابه جاوا في الحقبه اللي كانت الفروق تحتوي على نخبه من اللاعبين الكبار لاعبين في لا سيليكسيون وكاين واحد 30 و40 كتشابه ماذا وقع الحال دابا حاليا ولا السؤال اللي كنقول لك مونير لا والله العظيم شوف ما تاخذوش مني بانه بحال كان استهزاء انا دابا كنجلس وكنوضع هذا السؤال حتى مع بعض الاصدقاء ديالي كان 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 هذا هو السؤال اللي وقع انا البارح كنت جاي عندك هنايا وقفت عنا حدا البنكه وقفت عليا صطافيط داري ديال البوليس لا وقفوا كيسولوني مساكن ما كاين حتى شي حاجه قال لي مسكين دوك يهضروا وكيهضروا على الزمن الجميل تيهضروا على هذا مقلقين على هذا والله العظيم الله يعمرها دار الدراري تنهضر معاهم ماشي غير هما عداد طلعتي مع مول الطاكسي لا ميم شوز مشيتي في هذا هذاك النهار انا غادي في عين دياب كنتمشى طار عليا واحد طار عليا واحد خينا بموتور بقى فيا قال لي فخر الدين انا عندي القلب وحق الله العظيم بقى فيا قال لي اخويا واش هادشي هذا قلت لي اسمح لي انا معايا الزوجه ديالي ما نكرهش نجلس معاه عا شويه نفش عليه حتى هو الناس ما بقاتش عارفه اش واقع في هاد الميدان والله العظيم مونير هادشي ما عرفتش واقع فيه واحد ايوب كودي قال لك راه وقعت واحد الانفلاسيون دابا سي فخر الدين في المارشي دي ترونسفير كاين غير لاعبين عاديين ولاو غاليين لا الاختيارات اخويا اختيارات دابا هاد لاسيد مينو الى جابت ابراهيموفيتش ما جابتش نامبورت كي الا كان غيكون كونسي يقدر يسلت ليه شي واحد جو نو بونس با هذا الا كان غادي يكون حتى هو خدام عنده المكانه ديالو في سميتو ما كنظنش ما غيعاونش ما تنظنش انا بن عطيه ما يعاونش في مارسي دوي عليا وجي عليا يمكن هذا ولكن غادي يعاون عنده شوفه ستان انترناسيونال لعب مع دي زيكيب بروفيسيونيل او نيفو ما خلا ما دار حنا راه هادشي ما عندناش امونا راه افتقدناه حنا في البطوله ما كتهضر حنا شوف حنا باش نكون واقعيه حنا ما كنقلبوش على التكرار وما تنقلبوش على شي حاجه غير هو اللي غادي نبقاو دائما نتكلموا عليه غيبنا هادشي حنا اتفق اما كان عمدا وانا جو بونس عمدا ومساهمين فيه واحد العدد كبير ديال المتدخلين حيت القاعده اش كتقول لك كتقول لك الاولى سوء تقدير كاين مشكل الثانيه سوء تقدير الثالثه سوء نيه لا ما كاينش حيت ملي كتعاود حيت مونير ملي كنجي نشوف دابا الفروق كيفاش كتشتغل وكيفاش داك التهميش بالكامل لواحد عدد كبير ديال المؤطرين اللي هما عندهم شخصيه وعندهم هذا وبزاف ديال الحوايج ما مركبات ليا فارغه اغرب المركبات فارغه وحتى كاع اللي مشيتي ودرتي زياره تلقى شي وحدين كيدوروا تمسوا تقيسوا تقول لي يبدا يبكي وحنا دابا هنايا وحنا دابا ما كيجي يطلع لينا حد ما كندير اش كيف هذا الشيء سي فولي انا كنقول بانه سي فولي غابت الامور غابت بواحد الشكل ما عرفت حنا دابا بقينا كنلعبوا في هاد البطوله تربينا فيها ما خلينا ما درنا حتى حنا كنوضعوا السؤال علاش تنقولوا ياك لاباس يمكن ايمان دابا راه كيجيها شي حاجه ماشي فحالي انايا الشوفه ديالي هي بالنسبه لها دابا هي
ديبيتونت فهادشي ديال هذا وغتشوف في الكره تقول يمكن اما اللي عاش واحد 40 عام منير ولا اكثر وشفنا العجب المتعجب راه هاد 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 الهبطه اللي هابطين حنا بعدا لا جينيراسيون ديالي انا بعدا انا بعدا حصلنا الشرف عشنا بين جوج ديال في هاد الفتره ديال شفتي شي حاجه من داك الزمن الجميل انا والله شوف وكنعيشوا مع الاسف الزمن الجميل انا نقول لك انا تنحيي حتى التاريخ ديالنا حنايا ما نبقاش نهضر عليه نهضر غير على ديال الجيل اللي كان عند الوداد والرجاء واتحاد طنجه وجديده وكل شيء راه اجيال تما دازت راه خطيره في الكوره الوداد الجيل ديالها اللي قبل اللي فيه الدراري ديال تيرمينا وفيه هذا وفيه الجيل ديال لويسي وديال هذا والرجاء راه ميم شوز عمر الجاري وانت غادي راه كانت الدراري انا كامل نهضر على علينا حنا احنا بارك منير الجيل من بعد انا نهضر على داك لا غير 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 هذه مؤخرا شويه الروح كترجع انت كنت كنقول لك انا هذا الشيء تنقول لك عقل راه ملي غادي يمشي هذا الكارتي وهذا النقاش وهذا وهذا عزيز عصام الراقي وهذا مباركي كيبان لك بان البطوله بداو كيقللوا كفايه هذوك الكويريين اللي كي بطوله غير منتجه اه دابا دابا لا دابا اصبحت دابا عاقر دابا بالبيان منير بالبيان عنده شي واحد راه خصو يشدو ب 20 يدو ويتهلا فيه ناخذ واحد الفاصل ومن بعد ما كنتش مخطط لها كاع في الكونديكتور ولكن جبتيني لانه كاين واحد شي حاجه اللي عندها علاقه بهذا الجانب هذا ما كنجبدو اي ما كنجبديناه وما كاين مشكل كنت كنأجل كنأجل انت كتصنطي قال لك تفرج كنت كنأجل ولكن ما فيها باس جابت هاد الظروف اليوم فاصل مستمعين الكرام ثم نعود بقاو متواصلين مع حبابكم مع عروض جوال الى غايه 13 جنبر استفدوا من الروشارج 22 على تعبئات ابتداء من 30 درهم ومن الروشارج 13 على رصيد المكالمات والانترنت على تعبئات من 5 الى 25 درهم للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم امالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء واه انت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هاد الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح د الاكسسوار د السقه عليك منتوجات اير اش عند كازا دريب اير اش عند كازا دريب ايه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات د السقه لا من لي راكور ولا لي فان كلشي عندهم والله عمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابوه الصح وكيدوموا مده طويله ار اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522 248 600 من قلب كارتيه فيكتوريا بوسكورا اريزونا بارك كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسه معماريه جد حديثه استفدوا من العروض الحاليه شقق بجوج وثلاثه الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800000 درهم التسليم في الحين اتصلوا بالرقم 080 200 0010 080 200 0010 او عبر الواتساب 0674 89 0011. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظم مؤتمرها التاسع تحت شعار تحسين المهنة وحماية المهنيين أيام 15، 16، و17 بالمركب الدولي ببوزنيقة. مؤتمر الوفاء لـ60 عاما من النضال وإصرار على استشراف المستقبل بروح متجددة. البطولة مع منير أوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة الثلاثة ديال العشية على شادي فام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادي فام. عبد الهادي العناق الكاف كان عليها منح جائزة العصبة على الجائزة العصبة على مستوى البرمجة. شوف ما بغيتش نكون قاسي ولكن عاود ثاني الله يجعل البركه في هذا الشيء ديال البرمجه راه بلغ السيل الزوبه. واخا نكونوا كاع يعني واخا كيكونوا هاد الناس كاع ما كيشوفوش لقدام واخا يكونوا راه ما يمكنش تخلي هاد الحوايج كتراكم وفي الاخر نو ما. تحياتي حدا جامع الطاهري السي حسن قال لي مال هشام دكيك شفتو في الصفحه ديالك واحد التصريح ديال هشام دكيك حنا غادي نجيو نناقشوا. هشام دكيك بدينا هذاك النهار يذوق ناقص الخطر على مستوى البطوله ودابا وجه تحذير شديد للهجه للعابه البطوله اللي بغى يلعب في المنتخب الوطني. ها شنو المعايير اللي خصها تكون شنو المعايير اللي خصها تكون وحنا كنهضروا على هاد لي كاتيجوريا فخر الدين
انت دوزتي الفئات كمؤطر كمشرف اللي بغيتي هذا العام. عقلت واش كنا كنقولوا على الفئات على البطولات هذا العام؟ لقى واحد الصيغه هي اللي باديه بها البطوله دابا. اشنا هي؟ ما بقاتش U15 17 19 ولا دابا 16 17 18 19 كل سن عنده كاتيجوري بطوله ديالو بوحدو. واخا اسباب النزول على لسان سعيد شيبه المدرب ديال U17 قال لك كانوا هذه غتكونوا عشتوها واقيلا في الحقبه ديالكم. قال لك ملي كيكون ديك الكاتيجوري اللي فيها جوج ديال الاعمار مثلا U19 فيها لعابه ديال 19 وديال 18 اغلبيه المدربين كيحاولوا يلعبوا داك اللعاب الكبير اللي كبير. اه صبري صح. وكيضيعوا اللعابه ديال الاخرين اللي عندهم فاش كتمشي ل 17 كيلعبوا غير صحاب 17 صحاب 16 كيتصيدوا قليل فاش يوجدوا باش تغامر به. واش هذا حل ديال ان صحاب 16 غيلعبوا وصحاب 17 غيلعبوا و18 غيلعبوا و19 غيلعبوا؟ يمكن انا كنعتبرها فكره جيده خصها غير يكونوا ماتشات. هما لي كاتيجوري كاينين فوالا ولكن جاوبني على الجزء فوالا فكره مزيانه. ملي كتسرح عينيك انت عارف الجميله المغربيه في فئات شنو البطولات فيها سيفري شنو هما لي زيكيب اللي كاينين في المغرب اش من تنافسيه نيفو 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 اللي كتقلب عليه اوا عشنا هادشي يا منير دابا راه سي بير لا ما نكذبوش على راسنا دابا عشناه عشناه يمكن عشناه في واحد بطريقه اللي هي شويه اقل ضرر كيف كنقولوا انا ولكن كانت تنافسيه تقدر تربحهم ولكن يندموك بحال دابا الدراري كانوا كيجيو من الاهرام يجيو من فراقي اللي كانوا في كازا راه كنتو كتروحوا لها بين الوداد رجاء البرنوسي طاس خلي هادو مازال كنقولوا انا كندوك على دي زيكيب اللي كانوا في قسم وطني الثاني ولا الهوات ولكن ملي كيجيو فراقي ديالهم لي جون عندهم تبارك الله الماده الخام اللي تنقولوا هنا هي لي جون كيتوفروا عليها ياما حنايا بغينا دراري من عند هاد الفراقي هادو. فدابا ما باقيش تبحث على هاد القضيه هادي دابا اللي عليك خصك تقلب على المستوى ديالك انت الا مشيتي عند فريق الرجاء ولا فريق الوداد ولا اي فريق اللي هو هذا غتسقسي غيقول لك اودي عندنا كلكو ماتش اللي كنلعبوهم شويه اكيليبري ولا هذا لي زوتر ماتش كيقول لك يمكن ما كيجيوش وهذه كنسمعوها تيقول لك فريق اللي كيقدم دائما اوكي اللي كيجيو كاع اعتذار ولا يقدر يجي عندك بنقص من اللعابه كاين على حسب الامكانيات. احنا عندنا اونيفو دابا دي جون غاديين وتنقبروا هذاك الدراري صغار بالمدرب ديالهم يعني كتلقى مسكين عنده داك لونفي باغي يشتغل باغي يدير. دابا درتو لي ديبلوم لواحد وقيته من الاوقات كنتو كتقولوا بحال دابا لعاب قديم صار الكره كيشد هذا هاد الهضره ما بقاش دابا كاينه كتسمع ها هو دابا هاد اللعاب بديتو كتاطروه هاد اللعاب دا كيمشي للمعموره تاهو كياخذ ديبلوم هاد اللعاب ها هو ولا مؤطر ولكن بالمقابل هاد المؤطر اللي ولا هاد اللعاب اللي ولا مؤطر راه الغالب الله راه كيعيا ما يتضارب وكيعيا ما يتقاتل وعيا ما يجمع وعيا ما يدير في الاخر كيلقى راسو بانه بحال كتقول انت كيكب الماء فرملة. هذا هو اللي كاين. محمد بن دردق قال لي الفئات هما البطولة أين هي؟ أرى المشكل ماشي في البطولة. اللعابة فين هما؟ شكون اللي غيطعم لك ديك البطولة؟ وهاد اللعابة راه خصك تمشي أنت تشوفهم. فوالا. والعام اللي فات عشنا قلنا مثلا سالات الفاز الأولى المرحلة الأولى للبطولة بهذا الشيء اللي قال فخر الدين. دونك الاعتماد على أنك كتعول على ذاك البلاي أوف. فوالا. اللي كتجمع فيه لا كريم ديال. عطاو على سبيل المثال. حتى واحد ما غيكره يمشي يشوف ماتش ديال فتح رجاء اكاديمي الوداد الماس حسنيه اسفيل الفراقي اللي فاش تجمعوا سمح لي قطعتك شكرا سي تامي. نابولي خسرت مع جيفونتيس غير نهار الجمعه الجمعه اللي فاتت الجمعه اللي فاتت 1-0 1-0 لما تخاطرنا ما والو لا انا ما كنتك والو اش تك ابوري انا كنتك واقيلا حيت انا شتا خسرت حيت كنسمع تامي كنتفكر الخطار لا تامي ما بقاش واحد بدا ما عرفت فينا هو واحد الخطار خطرنا مع السيتي لا صافي ربحك منير وقيلا طاح لا هو قال لك والله يجيب شي واحد اخر جديد ان شاء الله. غير باش نرجعوا للموضوع كما ذكرتي قلتي ما كرهتيش تشوف الماس مع مكناس تشوف يعني ما كرهتش راه طاحوا في البلاي اوف مع بعضياتهم شفتها عليا مسكين رشيد طورينو ما شفتش انا ما كرهتش انا خسران ديجا رشيد سباق بعدا عطاني تحيه لك انا ما كرهتش نشوف انا الطاس ونشوف البرنوسي نشوف فهمتي ما كنتش طاس في الدار لا والله العظيم فخر الدين لانه مي كان الى رجعنا سنوات اللي قبل كنا كنشوفوا سي فغي بحال هاد الفراقي هادو كيعطيو فريمون كيعطيو لاعبين اللي كبار
دابا شوف ما كيخلينيش نهضر دابا باش قلتي واش على سنوات الدور عادي شفتيهم زعما دابا دابا ها نشوفوا واش يلاه يلاه يرجع الزمان فاش الوالد الله يعطيه صحيحته باقين هاد الفئات هادو باقي المدارس باقي لانه حتى انا عشت هادشي مع الوالد اي اجور كان كيجي يعاود ليا على هادشي واخا كنت باقا صغيره ما عنديش هذاك الميموار ديال انني نتفكر ولكن او موا عشت واحد الحقبه معاه شويه صغيره دابخي داكشي اللي كيعاود داكشي علاش كنقول انا راه كانت كانوا كيسميوها العوينه طاس كانوا كيسميوها العوينه ديال البطوله الوطنيه لانه دائما كنتي كتشوف دي جوغ اللي كانوا كيطائموا البطوله الوطنيه من طاس من بزاف ديال هاد الفرق راه طوال نجم الشباب راه كانت فوالا كانت هي في القسم الوطني الاول هاد على ديك الراك راه كانت في القسم الوطني الاول لقيتها ماشي هذيك الراك ديال هاد ليبوك على ديك ليطوال الفريق الاول ديال ليطوال راه تعاقدوا مع عز الدين بوزرعه كمدرب اش غيدير لهم مدرب الفريق الاول دابا عز الدين بوزرعه داز كاع الفرق المرجعيه اللي كاينه في كازا سبحان الله العظيم لاسبور الوداد لاسبور ديال الرجاء البرنوسي حتى هو عنده داك الشغف ديال فوالا كتلقى عنده ولكن شوف واحد العداد هاد الفئه هادي ديال المؤطرين راه داخله في هذوك اللي تكلمت عليهم فخر الدين مسكين والله العظيم قال لك انا ربحكم هو اخر خطار ربحكم غتبقاو مقابلين وخليو عليكم هذاك الخطار اللي ربحتينا فيه راه نو اومولوجي راه كان غير معتمد ولا كان خطار بدون جمهور هو بحال داكشي ديال ايوا على اين حنا نتمنوا التوفيق لنا في نهايه المطاف اللي كيهمنا هو اللي جاونا هما اللي غيكونوا عندك راه شتي دابا الا ما الا ما الا ما طورتيش راه شتي اللي بغاو يفهموا الناس عاد سلطياش شتي الا ما طورتيش هاد الفئه ما تبقاش تقول عاوتاني في البطوله غياب الفرجه نجوم غياب لاعبين انت ما بغيتيش ما بغيتيش تكون ما بغيتي دير حتى شي حاجه وتا كلمه تكون باش نبقى نقولها اوديها لعبوا وترينيو بهم وديروا قول هاد الكلمه هي اللي بغيت نسمع والشيء بالشيء وذكر ما كاينش مشكل هاد الايامات البين سبور الله يجازيها بخير عودت الماتشات ديال كاس العالم العام اللي فات بنفس الترتيب نفس الترتيب عرفت هاد اليومين وقيله ولا البارح ولا ما عرفتش متى داز الماتش ديال المغرب والبرتغال مزيان التجربه كتمشي تشوف دوك لي ماتش بعيدا على داك ستريس لا كتكون كتشوف برتياح كتشوف بزاف د الحوايج انا بغيت نسولك على واحد النقطه اللي شفت هذوك اللعابه اللي ولاد التكوين المحلي اللي حنا كنهضروا عليه اللي في نهايه المطاف كيف قلتي لي العام اللي فات راه الدراري غيضربوا التاعيه وغيتفرقعوا اشرف داري بانون ياميق باستثناء ديال نايف اكرد اللي اللي خرج بكري واش ما كتقولش مع راسك راه هاد البطوله هادي بهاد بين قوسين هاد المرض كاع اللي كاين راه بشويه ديال نفس ما عرفتش شويه شويه تقدر تخرج منها تعصر منها شي تعصر منها شي حاجه ولكن تالي غتبقى تعصر ايوا ولا عصرات البطوله راه كتعصر راه مره مره كان كيكون عندك شي اختيار راه واحد لقيتها كان الاتجاه الفرق جيش ملكي الوداد شي حاجه لا خلينا لا كنقول لك ولكن دابا صافي غادي تبقى واحد لقيتها ما تبقاش تلقى حيت لو نيفو ما عندك ما تعصر حيت لو نيفو غيبدا شوف راه ما يمكنش نيفو ديال المباريات اللي كتشوف تعطيك ان جوار انترناسيونال في الهو نيفو اللي غدا تشديه تلعب به مع مع فرنسا مع كرواتيا مع البرتغال مع الاسبان ما تنظنش انا عطيتك بعدا الاسماء ما تنساش الفرق المنتخبات اللي ما كتاهلش الالباني وعدد كبير وجبل عرفه ولا مع جبل طارق جبل طارق جبل طارق فهمتيني ما راه ما تقول وما كاينش سميتو اسمح لي يا منير هادو هاد المنتخبات ازربي سميتو اوزباكستان كازاخستان اتونسيون هادو راه ملي كيلعبوا راه كيتمحلو هادو هادو واحد وقيتهم الاوقات راه ما تقدرش تلعب معاهم حيت هادو عندهم دابا دابا ما يمكنش ليك ما يمكنش ليك لا يعلم الغيبه الا الله راه ندير واحد الاستباق الى طول الله العمر شي مدرب اخر ديال المنتخب الوطني من هنا واحد 10 سنين ناخب وطني دابا راه كاينين محليين في المنتخب كاينين واش من هنا واحد 10 شي ناخب ودار 100% من وراء البحر لهيه تقدر تعذرو ولا ما تعذروش بحالاش ما فهمتش الا جا شي ما غيلقاش زعما بغيت تقول لي واحد محلي بلا ما يقول لك راه ما كاين والو ولكن عاوتاني راه الاختيار موني غادي يكون انت كمراقب من هنا والجمهور المغربي راه تيعرف راه ملي كيكون شي واحد محتقرينه راه الجمهور كله كينوض كيقول لك كاينه المكانه ديال فلان وكاينه المكانه ديال لا خلي العاطفه ولكن هادشي اللي قلتيه موني راه ماشي غريب شوف غادي يجي واحد المدرب راه اول حاجه كيدير المدرب في العالم كله كيصب عينيه فين كيشوف البطولات الاوروبيه اللاعبين اللي موجودين واش هاد البرتغال خاويه في البطوله ديالها بغيت نسولك لا ها لا
ما خاوياش. لا ما خاوياش. هو حسب معايا اللاعبين اللي محترفين. غير كاين الفرق. بحالاش؟ مديمارين من بيسير من البطولة اللي هي معترف بها. خارجين من تما عاد. وملي كتقول بينيفيكا وسبورتينغ وبورتو وانت غادي. اتونسيون هادو سون با دي زيكيب لي ما يمكنش ما يعطوكش واحد الخمسة. كل فرقة تعطيك خمسة وانت كونتي منتخب. غادي نطلعوا لاسبان لا ميم شوز، نمشيو لالمانيا لا ميم شوز، فرنسا خلاص باي فرنسا. فرنسا ما تقدرش على فرنسا. فرنسا حديت ولا حرج. ديشون دابا عنده لو شوا داخليا اللي ما عندكش انت. شي دابا ديشون عند ديشون عنده تبارك الله جوج حوايج. عنده البطوله ديالو يجلس ويتمعن شكون هو اللي يقدر ياخذ، لان النيفو ديال البطوله ديالهم ريتم طالع. وعندو واش نيفو ديال البطوله ولا نيفو ديال اللعابه؟ اللعابه لعبوا البطوله حتى البطوله حتى لي ماتش ديالهم. لا لا دي فرونسي حتى لي ماتش ديالهم. لا عندهم الناسيوناليتي دوك ناسيوناليتي زعما ماشي دي فرونسي. دي فرونسي باش نوضح التكوين ديالهم. برودوي ديال دي سونتر فورماسيون فرونسي. فرونسي ما كاينش لا ولا حتى حتى خريجين مراكز التكوينات داروا كلشي تما. قلت لك منير المشكل اللي كاين هو هو عنده موناكو عنده اوكسار ولا ما عنده مارسي وكاين نيفو ديال البطوله شعله فيه العافيه. بغى يشوف من هنا ها هو بغى يدور البارابول ديالو لجيت اوروبا حديت ولا حرج. اذا هذا عنده له شوا. هذا اللي كيجي للمغرب الجزائر تونس مصر اتونسيون خصو شحال ملي كتعيط عليه كيدخل اول حاجه كيدير خصو اللي غيجلس معاه ويشوف البطولات العالميه كلها اللي كدوز قدامه ويشوف المستوى ديال اللاعبين. الا ديتيه هبطتي نتايا وقلتي ليه يلا معايا نمشي نشوف واحد الماتش ديال البطوله ولقيتي الاول اللي غيكون غادي وغادي تدخل انت ويا بوحدكم ويقدر يقول لك هو واش باقي الجمهور ما جاش تقول لي انت ويكلو يقول لك هو هذا ماشي ستاد ديالو يقول لك هو يمكن حتى لك عنده شي لغه خصك تشرح ليه تقول ليه اشنو واقع انا ما غيفهمش. بغيت دخل انت ويا بوحدكم في الراس يسحب واحد دخلت شي فكرت زين باور اللي في الراس بربي تايت فورماطا راه جاب الله ما بقوش عندك بزاف راه عندك الزهر ما بقوش بزاف راه لقيت اللي كانوا 15 الا عقلتي وكانوا 16 كاع المدرب اجنبي راه تما فين كانت غتكون الكارثه. الحمد لله اللي عندك دابا الدراري ديالك هادو اللي كاينين الحمد لله ديجا العقليه ديالهم هادو صافي ولفوا. فهاد النقاش حنا راه كنفتحوه ماشي فاتحينه لان الورش الحقيقي راه هو وليجان هو لا كويزين انتر انترنا اشنو خرجتي من كوزينتك ديك الساعه اللي جا لينا من ولادنا من الهيه ربح هذوك حتى شي واحد ما غيحيد لهم. هذوك حتى يقدر توقع شي حاجه سوا سير سيرتان ولين فريده سيدي كاع انت في في الا معتمد على لا كريم اللي كاينه تما ولكن تحت من الا شوف اش دير راه حنا غاديين غاديين لكل شيء. فتحيه لكل الاصدقاء. تعليقات كلها كتصب في هذا. السي امير امير قال لي تكلم شويه على ما يقع في شباب محمديه وراه ما يقع في شباب محمديه يقع في عده فرق مغربيه وشباب محمديه راه داك لو سبيسيال ديالها راه هضرنا فيه واحد الجزء من سميتو شباب محمديه طرف من هذاك الشيء اللي كنهضروا عليه في البطوله الوطنيه طرف من واحد النموذج ديال التسيير اللي اثبت فشله هذا العام دغيا كاع دوك الناس اللي كانوا جاوا بالفلوس هزوا يديهم قالوا الله يجعل البركة. شباب محمدية المولودية الوجدية اسماعيل جامعي في الماس سعيد ناصري في الوداد وانت غادي سيمونير هالعصبة الاحترافية مازال ما حطات ميزاجور جدول ديون الأندية الممنوعة مازال أخويا الله يعطيك الصحة شكرا. كانت العصبة الاحترافية خرجت واحد الوثيقة عقلته ديالها الأندية الصيف هاد ديون ديالها استبشرنا خير الله العظيم وأنا قلت لهم برافو هذا هو بداية عاد الشفافية. يوم من بعد شفنا الناس كلشي انتدبات كلشي دارت وعطاونا لا ميزاجور ديال داكشي شكون اللي حيد هاد الديون شحال بقى هنا شحال بقى هنا باش نعرفوا. اذا هي ملي كتبدا شفافيه راه خصها تسالي في شفافيه ماشي تبداوها بشفافيه وتخليونا حنا فاصل الجمهور بجفافيه. بالعكس تبدا بالشفافيه وتنتهي بالضبابيه. راه الضبابيه هي اللي كاينه دابا هي هذه اللي كاينه دابا الضبابيه. سيمونير ماتشات الطاس والاهرام في ملعب اللي حدا القيصريه نهار الحد والتيران عامر وكاع المحلات لا اله الا الله. حنا كنهضروا على التكوين هو النواه ديال البطولات بانت في المنتخب مع اكاديميه محمد السادس نيف وناحي انصيري صعب الله بحو. اكاديميه محمد السادس عطات هذاك الشيء اللي تحطات ليه من النهار الاول
ولكن دابا راه سبا نبقى نهضر على الاكاديمي بوحدها حيت في 13 عام حيت هادي شحال وباش داروا داروا مدارس ديال التكوين كاع الفرق تفرضات عليهم مدرسه التكوين اليومين هذا ما كاين حتى شي ما كاين حتى شي حاجه دابا كيبان لي كاين محط والو كيبان لي دابا راه غادي لواحد التوجه اخر اشنا هو ديال هاد المراكز الجهويه اللي ولات ها السعيديه بني ملال بحال لا فيديراسيون هزات يديها على لي كلوب وصافي ولا على لي سونتر المنتخبات وانتم فلتجف منابعكم ما كاينش الاشتغال نورمال ايوا على اين ما كاين حتى شي مشكل ندخلوا لمنافسات البطوله الاحترافيه وتحيه لكل الاصدقاء هنا تعليقاتكم على الراس والعين وخاصه في هذه المواضيع عاونونا باش حنا نعاونوا في سبيل ان هذا الموضوع يبقى دائما يثار الكثير غادي يعاتبنا الجوائز الكاف خلينا هذاك الشيء في القمه تتويج للمجتهدين الى غير ذلك ولكن والله العظيم ما كانت غير مخططره فخر الدين هو اللي جبدنا جرنا مي مزيان كندير واحد الحسنه نهضروا دائما على الكوزينه ديالنا ديال الداخل اللي خصها تصلح باش تولي مره مره طيب فيها قويميله طاجين وداك الشيء على حقوق تبقى ليفريزون 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 اتحاد توركا والوداد مؤجل الدوره الثامنه اليوم ملعب الامير مولاي الحسن في الرباط بدون جمهور وقيله ديال الفريق بدون جمهور الوداد ما عرفتش عاوتاني عاديه عادي غير مباراه لن تكون سهله لكلا الفريقين بخصوص كنضرب ان فريق الوداد من بعد الانتصار ديالو الاخير وثم هزيمه ديال فريق اتحاد تروقي كنعرفوا على ان توركا داخل الميدان ديالو كيقدم مباريات في المستوى اكثر من مره يعني حقق نتائج ايجابيه داخل الميدان ديالو واش اللاعبين ولا المدرب قابل على انه يقدم مباراه دون المستوى وتكون هزيمه انا ما كنظنش انه هاد الفرق قديم اللي كتكون غتلعب مع فريق الوداد الكل كيتهيأ وكل كيوجد لك لانه صراحه كتبقى مباراه دائما للاعبين كيبغيو يظهروا فيها بواحد المستوى جيد المدرب وكذلك تيبغي يقدم حتى هو مستوى جيد على عين كتبقى مباراه ديال البطوله واش نقدروا نشوفوا شي تدوير من طرف المدرب ديال فريق الوداد وهذا هو النقطه وهذا هو السؤال دابا الان اللي الموجه على ان فريق الوداد منذ مدة وكيلعب تقريبا بواحد لاعبين واحد مجموعة مجموعة اللي كلات العصا بالنسبة لي أنا يعني كلات العصا لأنه صراحة فريق الوداد تبارك الله بداك الشيء اللي كيتوفر عليه وهذا ما يمكنش لاعبين تشوفهم تقريبا منذ البداية وهما جالسين وانت غادي تشوفو كيلعب بينما ميلعبش في الماتش ديال ميلعبش في لافريك ميلعبش في البطولة واش على هذا اللي جالس ولا على الاخر اللي مساتوري كلشي 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 انا كنقول تدوير ملي كيكون تدوير خاصك لا بدا ما تقلب على لافريشور وهاد لافريشور هي اللي كتعطيك واحد الديناميكية في الفريق وتعطي انا انه كتحس بانه فريق شوية متعش بشي حاجه دايرين به دراري اللي باقين هذا وما لعبيش ماتشات بزاف كتكون ولكن الا بقيتي اشاك فوا ميم جروب لي ميم 11 اللي كيدخلوا لي ميم شانجمون وحتى لي شانجمون بعض المرات ما تيكونوش بزاف فهمتي ما غادي توصل واحد الوقيته حنا كنا قلناها بكثره المباريات لي ديبلاسمون وداك الشيء راه بزاف مسكين داك اللاعب تو راه يبان ادم غادي توصل واحد الوقيته اللي ما يبقاش عنده توغيت ساتورا فهي مباراه لن تكون سهله خصوصا في هذه الظروف دابا حاليه لانه ما نكذبوش على راسنا يعني كاين هناك غضب جام من طرف الجماهير الوداديه لانه صراحه بداو كيفقدوا الثقه كيف كنقولوا حنا ما بقاوش قابلين كيف كنقولوا حنا يعني المباريات عاديه ما بقاوش قابلين انه فوز ديال فريق الوداد بشي طريقه اللي هي غير مرضيه باغي نشوفوا فريق ديالهم بالوجه ديالو على الاقل 61 ولا يرجع غير شويه المستوى ديالو يبان لك فريق اللي كيقدر يمشي للبوطو فاسيلمون فريق اللي كيقدر ينتصر فاسيلمون فريق اللي كيقدر واخا يكون منهزم يقدر ينتصر فاسيلمون وهذه كلها اشياء ما غاتجيش ما تكون سهله لانه هي صراحه فريق اللي جي من لا كوباراب وهو ما بين فينا وإلا قلتي لا كوباراب فخر الدين ربط معها الموسم اللي داز كاول لك انايا راه جي من قول من كاس العرش وقول من الفينال ديال الشامبيونز ليغ وقول من البطوله شوف راه الا جيتي تحسب راه من هذاك الشيء حنا بغينا نحبسوها غير في هذاك المشاركه ديالك في كاس العربيه وبقيتي جاي
جاي معنا جمهور الوداد اتونسيون صراحه صبر بزاف لانه كل مره كيقول وقيله الامور هذا الماتش هذا التغيير هذا كل مره تيقول لك بلا الانسان فوالا راه يمكن كاين شي حاجه غادي ولكن دابا دونك فخر الدين هذا الماتش ديال اليوم كنفهم منك ان حتى هو داخل فيه هذا الشيء الجمهور كينتظر منه حتى هو ايوا على الاقل غير واحد الاقلاع راه ماشي شي حاجه كثيره جمهور الوداد راه ما كيت ما 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 شوف حيت لا فاصون ديالك دابا باش كتلعب الفيستير الداخل كيفاش داير لا كومونيكاسيون كيفاش ديزا ما بين المدرب ما بين اللاعبين راه بزاف ديال الحوايجات كاينين 3 بوين ولا 3 بوين مع ايوا دابا شوف دابا 3 بوين ما تكون ساهله ولكن 3 بوين الا قدرتي تجيبها بشويه بلا مانيير وهاد لا مانيير هي اللي تخلي داك الجمهور شويه يدير لان دابا القضيه اللي ولات دابا بحال كتقول انت وصلتي لواحد الباب اللي خاصك تدفعو باش يتحل ماشي داك الباب اللي كنقولوا حنا مفتوح وتم غادي يدخل الامور صعبات وحتى انا كنظن حتى المدرب حاس بالمسؤوليه على العاتق ديالو حاس بداك الشيء كاع اللي كان كيخرج يقول لانه بزاف ديال لي ديكلاراسيون تقالوا وكنا كنقولوها هنا كنقولوا اتونسيون راه الواك الله يرضي عليك كنا كنقولوها كننبهنا شحال مره اتونسيون الوداد راه ماشي فريق عادي بغيت ندوز بك الجانب الاخر اللي هو اتحاد التوارقه غير بسرعه واش اتحاد التوارقه اللي كيلعبوا اليز يعني كاليز كيلعبوا اليز كيلعبوا اليز كيلعبوا كره لوبجيكتيف ديالهم هو المانتيان كيف كانوا العام اللي فات كاينش الضغط واش داخله عندهم هذه المساله هذه واخا جايين خاسرين الماتش اللي داز غيلعبوا ماتش دابا هما اتونسيون راه خسروا ماتش ولكن ما خسروش يعني بشي حاجه اللي راه قلت لك داك النهار لا بوزيسيون دو بار كانت عند موما وكانوا يخرجوا وكانوا يقدروا يجيبوا تعادل جاهم دي زوكازيون اليوم انت ما لعبش مع شباب الرياضي السالمي تختلف الامور خصك تعرف هذه القضيه هذه شي حاجه اللي هي معروفه وعشناها وكنعرفوها شباب الاتحاد التوروقي كيستقبل الوداد اللاعبين دابا ديال التوارقه والمدرب حاط في مخيله ديالو الوداد كاين الحافز كاين الحافز الحافز اشناهو انت كتعرفها هو انا ندير ان بون ماتش نقدم عرض مزيان ونبان باش انا نتسمع رحنا فهمتي هذا هو بحال نهار لعبوا مع الجيش وي شتي اش داروا ديربي نيت ديربي في الخميسات وبدون جمهور وبدون جمهور هي الكلمه التي صارت واضحت تتكرر كثيرا 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 نديروا لها حتى هي واحد جوج كلمات بعد الفاصل ما تمشوش بعيد Opel Reverse Days. Attachez vos ceintures et préparez-vous à l'événement Opel qui bouleverse les règles. Du style unique à la performance palpitante, chaque Opel est prête à être la vôtre. Ne manquez pas l'occasion de découvrir votre futur Opel sous un nouvel angle. Des remises inédites, 5 ans de garantie et 5 ans d'assistance. En plus d'un crédit 0% et livraison immédiate. Profitez des offres Reverse Days dès aujourd'hui sur toute la gamme et dans tous les showrooms Opel d'AutoHall. Opel Reverse Days. Des offres renversantes. من قلب كارتيه فيكتوريا بوسكورا اريزونا بارك كتمنحكم الفرصه لاختيار شققكم في مكان هادئ الكثير من المساحات الخضراء وهندسه معماريه جد حديثه استفدوا من العروض الحاليه شقق بجوج وثلاثه الغرف زائد صالون زائد جوج الحمامات ابتداء من 800000 درهم التسليم في الحين اتصلوا بالرقم 080 200 0010 080 200 0010 او عبر الواتساب 0674 89 00 11. مالك صاحبي على هاد المرجه كلها قلنا زعما درتي الكوتاكوت باش تقتصد في الماء وهانت تشوف بغينا نقتصدوا احنا فين ولينا تبدل هذا الراكور يطردق الاخر والفان اللي تعول تحصر به الماء حتى حاجه ما تما اسمع السي الكبير وبركه من الشطاره الا بغيتي المليح والصح ديال الاكسسوار تسقى عليك منتوجات اير اش عند كازا دريب اير اش عند كازا دريب اييه اير اش عند كازا دريب المعامله والمعقول والاثمنه ما تضرب حسبه وكاع الدوزان والاكسسوارات تسقى لا من لي راكور ولا لي فان كل شيء عندهم والله عمرها سلعه ومع هاد البومبات الجداد اللي جابو الصح وكيدوموا مده طويله ار اش كازا دريب اتصلوا بنا على 0522 248 600. Bonjour à tous. Si vous cherchez à organiser des soirées privées, des mariages ou des événements d'entreprise, vous êtes au bon endroit. Après plusieurs années de savoir-faire dans le domaine artistique, Artishow, votre nouveau label de booking artistique, est venu élargir notre activité.
Que vous cherchiez un chanteur ou un groupe de musique, Artichaut vous accompagne dans le choix et le booking de l'artiste idéal qui fera vibrer votre scène. Alors n'hésitez plus et contactez-nous dès maintenant sur notre site web www.artichaut.ma ou envoyez-nous votre demande sur WhatsApp au 06 98 201 201. 06 98 201 201. Artichaut, la référence en matière d'artiste. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة 3 ديال العشية على شادا إف إم. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا إف إم. محمد الشفاني قال لي أخويا منير تحياتي لك والأخت إيمان، سول الفريق واش مازال محتفظ بقميص ليفربول؟ لا فينا هو ويلي تتا على وعاء قميص واحد شحال ديال ما كتجمعش داك لاشي ديال لا والله العظيم ما كانش عندي فيه. والدراري كيطلبوك، كيجي عندك شي واحد كيطلبك تيقول لك بغيت هذا ولا هذا كتعطي. والله ياك شي ديال الوداد، شحال دابا انا في الوداد واحد شويه ورا هذاك شويه والسيكا اللي كانوا، كيجي عندك شي صديق ولا شي واحد كتقول لي هاك ولا اخوك ولا هذا. علاش العصبه ما طبقاتش القانون وبغات تاجل مباراه نهضه سميتها نهضه بركان سي اشرف، ماشي نهضه القجع، هنا نهضت بركان مع الرجاء. نهضت بركان مع الرجاء والماس والوداد الماس، هادو جوج مباريات كان طرحوا تساؤل ألم يكن من الممكن يتلعبوا في الويكاند؟ عاد الفراقي صافروا في حفظ الله ورعايته ملاعبين حتى الثلاث حتى الاربع ومحتارمين داك داك الفرق ديال 48 ساعة وديال 72 ساعة. فوالا صفري، هادشي راه ماشي في صالح انا اللي جالس ولا فخر الدين ولا وفي صالح هاد البرمجه اللي قالت لك باغا تسالي البطوله في واحد الوقت، لانه هادشي جل عاوتاني واحد دو ماتش وغادي تلعب الدوره مبتوره في الويكاند. شوف عاوتاني متى غادي تبرمج عاوتاني مباريات، باقي شي كريدي عند الوداد ديال لي ماتش ديال السوبر ليغ، راه باقي يلاه يلاه تلعبات هذاك النهار المولود ديال جديد الدوره 7 اليوم مع الاتحاد تورك الدوره 8 وباقي انت جاي. دونك هذا سؤال يطرح والله يجازيكم بخير بلا ما ندخلوا ديال واش عقلتي في عام كذا كذا رجعوا للتسجيلات كل حاجه كنا كنهضروا عليها في وقتها، باش بلا عاوتاني راكم عارفين داك الشيء ديال علاش هادو علاش هادو، حنا ما ندخلوش هادو دابا. دابا سؤال ديال البرمجه، لماذا لم يتم برمجه هاد جوج مباريات؟ كان من الممكن يتبرمجوا والسلام. كيا رجاء رجاء قال لي أكاديمية رجاء بدأت في الاشتغال في كل الفئات. بدأت إن شاء الله، بدأت إن شاء الله واصبر إن شاء الله إن شاء الله، ماشي بدأت وتجي في الآخر العام وتقول وهذا هذه وحدة بدأت وانتهت، بدأت تحكم عليها بالنتائج ديال البطولات. لا ما كاينش النتائج. وثاني حاجة عاوتاني الأكاديمية ما عمرك ما كتحكم على كاين واحد الحاجة أخرى، لا فورماسيون كاين واحد الحاجة أخرى مهمة، النتائج ديال الفريق الاول هي اللي كتخلي الاستقرار، الاستقرار هي اللي ما تخليش الاحتجاجات على الرئيس ولا المكتب. وما عندنا ما نديروا بهذيك الاكاديمي، ما عندنا ما نديروا وزيد يعني حنا هكا دابا بنادم ما عندك ما دير. سيمونير بالامس مرتضى فال وحمد جاحوح قادوا اوديشا الهندي للتاهل لنصف نهائي كاس الاتحاد الاسيوي للمره الاولى في تاريخ اوديشا الهندي، يدربهم سيرخيو لوبيرا المغرب تطواني. الله يسهل عليهم. مرتضى فال هشام قال لك سي فخر الدين جيب التراكس نحفروا بنجلون قبل فوات الحوت. لا اخويا انا والله ما بقيت قادر اخويا. فخر الدين نادى بالتراكس في 2014. سيمونير وليت كنخاف فاش كتلعب الوداد ومانشستر يونايتد في نهار واحد، اظن حتى لو نفوز على بايرن فكوبنهاجن وغلطة صاري. شوف شوف بالقشور ديال الفيفا ديال الشامبيونز ليغ ديال هادوك ديال الشامبيونز ليغ حيد لي يونايتد يدير لي حتى الجمعة ولا ريبورتير اييه الغداء بالانجليزي باكشور. شناهي باكشور؟ هو بالقشور، هو بالقشور بالقشور بالقشور. سلام خويا فخر الدين الله يجازيك بالخير، الا ما قول لي فين غابر حارس المرمى ديال الرجاء السابق تاجر، هذا محمد مبتسم. شكون تاجر؟ والله ما عرفت انا بهذه المناسبه صحابي هشام التاجر. هشام التاجر الله يعطيه الصحه. هشام التاجر والله ما عرفت انا واحد اللي هضر معايا ذاك النهار هو توتيا مصطفى. مصطفى توتيا هو اللي هذا شحال هذه ما شفته والله العادي قراصه مجيد الخال كان عيط لي وداك الشيء وقال لي سول عليا وهضرت انا وياه. مصطفى توتيا في الموسم ثم كاينه تحيه من عند سعد الدحان. سي سعد الدحان اللي فار اتصل بينا تا هو
كيسول عليكم وتيسلم عليكم. ما كانش مراكش البارح هو؟ لا ما مشاش. لا ما مشاش. ما عيطوش عليه ما تكونفوكاش. ما تكونفوكاش ليكيب. دابا كاين لا ليست ديال وليد الركراكي لهادو ديال ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال. وكاينه هذيك لا ليست الاخرى اللي كتخرج من ديال لي 60 ديال من عند القجع. فريق فوز القجع. فريق الاسم. لا فريق الجامعه. فريق الجامعة حتى لا يكون عندك سوابق اللي كيلعب ضد ما خصش يكون عندك سوابق الا بغيتي تحضر تما ما خصش يكون عندك سوابق لا سوابق بحال هاد السوابق آه. المهم ما تكونش عندك سوابق ماشي عدليه سوابق اه سوابق رجوليه وتحمل انت مسؤوليه هاد السوابق وماني انا ماني خايف من شي حد تحمل مسؤوليه انا كاين الله وعاش الملك هادشي ما كتعرفوش انت ولا لا عارفه هذا هو الدستور لا انا عارفه عندنا ملك البلاد الله يخلي لنا والشي الاخر ماله فكرتيني اه فكرتيني فاش والله الا فكرتيني على ديك جبدنا قبيله جبنا قبيله الماتش كنستمتع معاكم لا جبنا قبيله الماتش ديال البرتغال آه. في لاكوب دي موند راه غير شي مسؤولين عندنا في الكره واش فهموا دوك الاشارات اللي كانوا تلقاو دوك الايامات بغض النظر راه مازال جايه الذكرى ديال الاستقبال ديال جلاله الملك اللعابه وتوشي هذيك الخرجه في الشارع بالمايو اه يا سلام لا الاشارات شنو الكره قدرت دير العجب في هذه البلاد بيان سير او ملكا وشعبا آه الحمد لله ودونك ماشي عاد اليوم شويه ديال شويه ديال ما عرفتش نسميها انا والله شويه ديال الاحترافيه لا شويه ديال ديال لا ماشي كاع الاحترافيه شويه معقول شويه ديال كيما قالك مونا لا ايوا المعقول راه كيجي مع الاحترافيه حب لهذا الرياضه حيت هو راه غيروا عليها راه راه دايرها الركراكي كاع في داك لو سبيتش مع اللعاب فاش قال لهم واش عرفتوا واش درتوا راه خرجتوا الملك خرجتوا الملك كان يحسد اللعاب هذا اللي غادي يقول لي راه فالمسؤول حتى هو خصو يحس بانه راه هذاك القطاع اللي هو كيشتغل فيه راه نزل الملك فرحان وقيس على ذلك الرياضات ملي كيربح البقالي ولا ملي كيربح شي واحد ولا الدرابو كيتهز والنشيد الوطني برقية تهنئة المسؤول دابا عندك تيخرج لعاب مثيرا تيخرج شي واحد شي مدرب كيخرجوا ديال الفئة الصغرى كيجري عليه كيخرج ها هو كيخرج في شكل هذا هو المسؤول آه. المسؤول المغربي كيخرج كيخرج آه. يعني كيكارتي اي خرجك من الدار اللي كارين لك للاسف لا حول ولا قوة الا بالله هادشي كيضر والله حتى كيضر بزاف ديال التعليقات هنا كتهضر على بدون جمهور وتحية للسي تامي خويا مدير منع جمهور سيفيا من الانتقال لملعب لونس وخروج وزير الداخلية الفرنسي لشرح الأسباب بنفسه الغريب هو احتجاج فريق لونس بدوره على القرار احنا غير الويكلو بدون سبب ولا تفسير شكرا السي تامي على هاد الإشارة مرارا وتكرارا هضرنا على القضية ديال بدون جمهور أنه الناس ديال السلطات الأمنية كيقول لك راه السلطات عندها حساباتها لي كالكول ديالها وداكشي هاد بدون كنت كنعقل على غير في هذيك سي لا كارت ناسيونال بدون مهنه لا بدون ماشي بدون مهنه 100 كانت بدون 100 واش بدون ديال سميتو ديال الزيت ولا ديال المهم بدون هاد القضيه ديال هاد عرفت يعني دابا ملي تجي تصايبه كتب لك بدون جمهور هاد القضيه ديال بدون جمهور انا نمشي مع الطرح ديال السلطات حتى نعيا ولكن غنرجع عاوتاني لواحد الجانب اخر واش هاد البرلمانيين اللي كيهضروا عليهم الناس اللي مسؤولين في الفرق وداكشي ما قادرينش شي نهار هنا بشكل مؤسساتي زوين في البرلمان يتوجهوا باسئله للسيد وزير الداخليه الله يجازيك بخير حيت ملي كتقول قرار السلطات بمنع راه وزاره الداخليه فوالا سؤال للسيد وزير الداخليه ما هي الاسباب التي تدفع الى منع حضور الجماهير في هاد المباراه وفي هاد المباراه واستمعوا للطرح عاوتاني ديال السلطات اشنو غادي تقول لان هادشي الا بقى غادي بحال هكا مبهم ما عندوش جواب راه ما يمكنش حنا في القمه في خير الدين كتقول كاس العالم 2030 كوب دافريك وحنا بلد الامن والاستقرار كنبداو نضروا وجوه الصوره ديالنا اللي حنا فخورين بها وملي كنجول تحت الداخل مباراه المغرب الفاسي والجيش الملكي بدون جمهور منع اليوم دابا بلا بدون جمهور منع تنقل منع هو هي منع تنقل بين الاسباب لا لا مي كتكلم على الجيش والمصر راه اخر مشكل اللي طرف في مصر لا خلي لي المشاكل لا احنا كنهضروا على الجمهور سمحي لي ندخل فيك شويه ويدخل. المغرب الفاسي منع الجمهور لحضور المباراه ديالو مع الجيش الملكي الغد ليه استقبلات وداد فاس في نفس الملعب بحضور الجمهور
ولكن راك انت عارف المشكل اللي ما ديال الجمهور ديال المغرب الفاسي ومع الجيش الملكي. لا الجمهور الجيش تمنع من التنقل واش ومنع جمهور المغرب الفاسي يدخل. لا هو ديال الجيش تمنع تمنع عادي من الاول. دابا اللي المشكل هو ديال المغرب الفاسي ما حضرش. نعطيكم حاجه اخرى، المباراه اللي كانت غتلعب ديال الرجاء ونهضه الزمامره كان غادي يستقبل فيها الرجاء في العربي الزاولي وبدون جمهور. مشاو قالوا بدون جمهور، تمنعوا منعاتهم السلطات لا سيدي ما نستقبلوش انا. مشاو البرشيد دونك خاص غير مشاو البرشيد 3000 وما حضروش يعني الجماهير ديال الرجاء. صعيبه صعيبه ما حضروش. صعيبه هذه القضيه ديال المنع. المنع المنع راه سلاح كنعطيوه لوحدين اخرين اللي حنا كنبداو نروجوا الصوره ديالنا الجميله والبنيه التحتيه وهاد المشاريع اللي بغينا نديرو كيبداو يقولوا لنا اش كتخربقوا علينا. فلهذا بغينا شي اسئله واجوبه بشكل مؤسساتي. راه نبقاو حنا نطرحوها هنا فخر الدين كاعلام كانتوما دوليين سابقين تتعيب، ولكن خاصها تمشي بشكل مؤسساتي. اسئله من عند المعنيين، كاينين برلمانيين رؤساء انديه والسيد وزير الداخليه الله يجازيكم بخير، قولوا لنا اشنو الاشكال باش الملاعب ديالنا. يا اما تقولوا لنا شنو هو الاسباب اللي كتخلينا ما نستقبلوش الجمهور، او تقولوا لنا علاش هذا الجمهور خصو يحضر. يعني كل واحد يدافع على الطرح ديالو، وحنا كنقولوا راه البطوله بدون جماهير كتكون بارده راه، وبدون ملاعب كبيره عاوتاني جزء من اللعبه ماشي جزء كبير. انا ملعب صغير يا با بروبليم، كنشوفوا في المانيا في فرنسا كاين ملاعب اللي هي بحال داكشي كتقول انت ديال الزاولي ولا بحال ديال الحسن الثاني كاين مشكل غير هو البلدي في بركان بلجيكو الدفع ديالو ولا المنظر ديالو شنو هو والجمهور. 10000 ولا 8000 مال هذيك المجنبات ديال سميتو صافي جنبات جنبات ديال الملعب. فاحنا هكا بغينا ما بغيتش انا نجيو للميكرو ونبقاو لا لا ما هذا منكر. لا كاين صياغ مؤسساتيه، كاينين نواب برلمانيين مسؤولين في الانديه في الجامعه اللي بغيتي قادرين انهم ينقلوا هذه الاسئله للسيد وزير الداخليه في البرلمان. والسلام عليكم. الساعه الثانيه باستوديوهات شدا اف ام مستمعينا الكرام مواصلين معكم الحديث، بعد قليل نمشيو نتكلموا على بطوله القسم الثاني الدوره 14. دابا كتسمع البطولة مع منير أوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شدا اف ام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شدا اف ام. سيب القائد مهدي قال لي يا خويا منير البطولة أيامات كورونا كان ريتم زوين بلا جمهور. أنا مبغيتش أنا متفق معاك وما بغيتش نمشي في هذا الطرح، حيت غنوليو ديك الساعه كنعززوا مقوله ان راه مزيان ملي ما كاينش الجمهور راه كان الريتم بحال هذوك الفراقي ديال ملي كتصدق لشي فريق اللي اللعابه ديالو داروا الاضراب او لا ما واخدينش المستحقات ديالهم وباقي كيلعبوا كياخذوها الفرق الاخرى كدريعه. شوفوا الاخرين راه ما كاع ما واخدين دونك ما ناخذوهاش شي حاجه اللي ما كيف كنقولوا ما ماشي صحيحة ما ناخدوهاش كمقياس. مباراة كرة القدم خص يكون فيها الجمهور. أنا الصراحة ما متفقاش مع هاد الكومنتير ديال شكون. لا أنا غنتفق معاه لأن البطولة ديك الساعات كانت كتبرمج لا لا حيت كان كلشي كان كيتبرمج بداكشي من الدار فهمتي ما كاينش كاع واخا بار مرة كيخرج داكشي واحد راه تم كاين جوج حالات في هذا الفريق ثلاثه ديال الحالات راه طلغات المباراه كان ديك الساعه مره قرارات ديال السلطات بمنع ولكن كلشي كان مرتاح ما لاحظتيهاش واحد ما كاين ما يدار ديك ولكن راه بدون يعني بطوله بدون جمهور راه ما عندهاش طعم باش نكونوا فاهمين. واش السجل العدلي ديال اغلبيه المسيرين بحال شي دفتر الوساخ وباغي الكره تزيد لقدام. سعد سرغين سرنيقي خويا انا ما غاديش نقذف في الناس ولكن كاينه اليات قانونيه اللي تقدر تضبط بها هذا الشيء. هضرنا ذاك النهار على ما يسمى بلجنه الانتخابات اللي خصها تكون واللي هي اللي تبقى واقفه على كل المترشحين وكل لوائح المرشحه لتولي هاد المهام في المكاتب المديره ديال الانديه، وهي اللي تدير الشروط حتى المستوى التعليمي حتى هو وخلو صحيفه السوابق الى غير ذلك. سيمونير واش الوداد كتخلص الضريبه على اغلى ضريبه اغلى من 4 المليار مداخيل؟ ما فهمتش اخويا السؤال ديالك اسمح لي والله ما فهمتها السي العبداتي. يوسف الخديم ظهير ايسر قادم بقوه مع شبان ريال مدريد وقدم تمريره حاسمه ضد نابولي قبل قليل، ونتمنى ان شاء الله يكون
انه يكون مستقبل الفريق الوطني، علاش لا؟ الحل ديال هاد البرمجه هو الغيبي داك السيد بزاف، واه السي حميد خليو الناس ترتاح شويه، الناس راه بعدات بالكره حيت طلعت لها الكره في الراس. الكات السي مدير يقول فخر الدين راه كاين واحد الفريق اسباني بارباسترو كيلعب في الدرجه الرابعه، حاضر معاهم دابا العامل كيشاهد القرعه ديال كاس ملك اسبانيا كوبا دي ريف مقر النادي. هما كيشاركوا مونير كي عندهم مهمه القضيه، كتقدروا يوصلوا لواحد المرتبه اللي هي مزيانه. نعاود نزيد عاوتاني شي حاجه على داكشي اللي قلنا قبيله، اللي كتقول دائما اعيدوا هيبه مسابقات كاس العرش عباد الله، عيدوا لها الهيبه. راه كاس العرش راه كانت هي المناسبه الوحيده. ها فخر الدين ها شوف انا غنهضر مع لعاب اللي دوز هذا شاهد ايان، كانت هي ديك المناسبه اللي فيها اللي في هذاك اللقاء المباشر بين الرياضي والاسره الملكيه سواء الملك ولا ولي العهد ولا الحمد لله. انا تنقولها دائما حسن شرافة منير عشناها في واحد الوقت ماشي مره ماشي فينالات والله الا سعداتك قسما بالله الحمد لله والله العظيم زعما شرف كبير كتكون بعد واحد الجهد ديال الاقصائيات وديال هذا وكتوصل كتسنى ديك ديك الفينال الفينال عطيو حتى داك الجمهور تبارك الله والحضور ديالو والله ما لك حمد الحمد لله. نتمنوا شي نهار وصديقنا اللي قال لك راه العمل ديال ديك المنطقه في اسبانيا كي دابا هذوك راه تلقاهم فرحانين الا باغي مع ريال مدريد مع شي فريق مع ريال مدريد ولا برشلونه باش يجيبوهم يجيبوهم وقاس وقال راه ما شفتش انا والله ما شفتش بونس راه طاحوا مع جو بونس مع الريال ما عرفتش هادو ما عرفتش هو يقول لك تبارك الله راه السيد هذا السيد راه في اسبان هو يقول لك اش كاين. سيموني الفئات الصغرى الرجاء عندهم جميع اللاعبين السابقين مزيان اخويا مزيان تاج الدين بلاك زعما مستودع قصيد مزيان دابا كاين مديح تمايا كاين ابو شروان كاين تبارك الله. سيموني راه طاحوا مع البارسا طاحوا مع البارسا ماشي الريال. عندك يصدر شي بلاغ تما عاوتاني قول لهم خصكم تقلبوا على شي تيران اللي غادي يكون فيه الفار الله يهديك وعندكم 48 ساعه باش هذيك عقل على هذا الماتش غيكون تري تري ديفيسيل في الملعب ديال هذا الكوبا هذا كيكون صعيب تيكون صعيب راه الحلاوه ديالها هو في كنمشي عندك نمشي عندك وتنقل الماتش في هذوك الظروف راك شتي امونا حنايا ماشي هاد الشيء راه برنوسي جوج مرات مره هنايا عندنا ومره لي زونكوراجمون هكا كيداروا لا هنا في المغرب والله انا كاينه عوامل اخرى. واسي فوينيكس اش غنقول لك بغينا نناقشوا معك هذه الفكره ولكن انت ضربتي كل شيء. قال لك الاعلام المغربي ضعيف يجب ان تدافعوا عن المغرب والمغاربه اتحدوا مع بعض. دابا قول لي احنا واش واش حنا داخلين شي حرب شي واحد باش ندافعوا لا الاعلاميين شكون اللي ضرب ما قلنا شكون هما الاعلاميين. انت الحمد لله هنا دائما كتحترم الراي والراي الاخر دابا الزمن خصك تحترم بيان سير واحد انسان صديق ديالك تكلم في واحد المنبر انت غادي تجي اليوم هنايا تعاتب عليه علاش مازال هاد الاصدقاء راه تقدر تلاقاو في القهوه كتبقاو اي ما كاين مشكل ما مشكل ولكن في المنابر المنابر كل واحد كيحترم راسو. سي مونير واش شفتي اللقطه ديال البيض اللي كيعطي تعليمات للمدرب باش يبدل الخطه وشكون يدخل وشكون يخرج فين جا فين بينو بقاش كتجيني عادي عادي الله يرضي عليكم عادي ولفناها عادي الفريق ديالو تيغير عليه حضرنا داكشي اللي قسم الله مباشره وسطونا الفيديوهات ديال داكشي اللي قسم الله خاصه واحد اللقطه العام اللي فات فاش كان باش كان عنده باقي المدرب المصري فتحي باقي شي وقع مرتدك خرج بصراحه هو خطير كاع في واحد الماتش وي راه حتى هو كان قال لك انا ما قبلش ودايرين تعادل والبيضي وا فتحي وا فتحي نقطه بغينا نقطة وا فتحي راه غير واش هادشي مثل لك واش كتشوف دابا هادوك التعليمات ديال البيضي عطاو نتيجة داخل يوسفية برشيد كاينين دابا هاي بيناتنا دابا أموني عطاو عطاو نقول لك عطاو عطاو النتائج عطاو النتائج كل واحد يدير الشغل وكل واحد يمشي راسو في المكان اللي هو عاطينها ليه باش ما نفوتوش الحدث عاوتاني ما نبانوش. حفل الجوائز ديال الكاف هضر ما فيه الكفايه على بونو الاستحقاق ديالو واخا هذيك الجائزه ديال احسن حارس جاتني انا هذيك عاد دارت باس لا عاد دارت انا بالنسبه لي احسن حارس في العالم هو احسن حارس هو دا احسن حارس دا عالميا ما عرفتش واش تتفقوا معايا في واحد الزاويه شفت ايكارتا اكسبري باش ما يخلقش مشكل الكاف تما يعني انه الحضور ديالو هو محرز كان غادي يشكلوا واحد نقطه ديال فهمتي ديال باش تخلي
تشكك في اللجنه دابا هما حيدوهم ايكارطاو من الاول باش يتهناو ما بونوس بارك الله وسلام بي وليد الركراكي الى جانب اليوسيسي بالحق بن شيخه وليد الركراكي احسن مدرب انا بغيت ناخذ واحد القوس ديال البنات اللي توجوا فاطمه تاكناو احسن لاعبه داخل القاره ثم نسرين الشاد احسن لاعبه واعده انت هادو التتويج ديال البنات مزيان تشجيع قلتي انت البارح شتي ملي كتاخذوا كتاخذوا هاد التشجيع صافي كتهزوا كنمشي نخدم به هادشي ما عندك ما غادي تسميتو هادشي كتشدو كديه كتخدم به كنا كنتمناو الكره الذهبيه حيت دابا الا ما عطيتيهاش البونو فهاد الوقيته صافي حركتيه كاع داكشي مسكين اللي دار ديال التمارين اللي ضرب وديك الخدمه ديالو وداك الدور ديال المستوى ديالو بطوله اسبانيه حبس شحال مره ريال مدريد وبرشلونه نعاودوا الماتشات ديال ريال مدريد وسيفيا وغادي تشوف شحال شحال ديال لي زاري اللي كانوا عند هذاك السيد بالعاده في الماتش ديال سيفي زعما كان تبارك الله هذا ثم الحضور ديالو في كاس العالم وبانه المسؤول الاول بعد النهائي في الوصول لان بالضربه الترجيحيه مساهم في الوصول ثم التدخلات ديالو اللي كانت عنده في المباريات اللي كانت حاسمه اللي سالت 0-0 واللي خلاتك توصل للبينالتي وهذا معك من الاسف معك من الاسف انا فاجئتيني فاش قلتي لي كاين السنغال والمغرب وغامبيا تما فين انا منين شفت هذاك هذا الوليد اللي عطاوه ديال الكره الذهبيه ما مع الخيارات كتبقى شوف انت قلتيها البارح واكدتي عليها كيبقى واحد الحفل ونغمضوا عينينا هذوك البنيات راه داو داكشي اللي قسم الله بونو بالنسبه لينا احنا والعالم كله احسن حارس بغى احب من احب كريم الجائزه احنا عاطينها ليه وعاطيها ليه العالم عاطيها ليه الجمهور العالمي وعاطينها ليه دابا في السعوديه وعاطيها ليه رولاندو وعاطيها ليه وقيلا كاع دوك اللي حاضرين تما فهمتيني لا انا انتظر انا بونو غادي يكون متاثر ولا شي حاجه بهذا الشيء الجوائز ما كتشوفوش واحد الحاجه باللي زلزولي تظلم انا لا انا جاني لا كان زلزولي مي كتشوف فيناليست ديال كوبا ديال ري دا شامبيونا دافريك مع لي يو 23 انا عندي وجهه نظر اخرى تفضل هاد الجائزه احسن لاعب واعد جاتني سيت ان ميساج لينا حنا نجمعوا ريوسنا شويه حيت اللي كانوا مصنفين مع زلزولي هما لامين كامارا يو 20 ديال السنغال واللي دا الشان مع ليكيب نقولوا اللي كبر منه وامارا ديوف اللي دا كوب دافريك مع لي يو 17 ولعب مع لي يو 20 واستدعى اليو سي سي ليكيب بروميير وماركا برودوي جينيراسيون فوت هذا هو الميساج اللي بغيت مازلزولي ولدنا على الراس والعين انا بوغ مو ما عرفتش زعما كان يستاهل انه مي كتشوف حتى هو كيتكونفوكا ليكيب بروميير غادي مع الفرقه ديالو مزيان من احسن الهدافين دابا حاليا يعني دابا في الفريق ديالو ما عرفتش تتفقي معايا ولا لا نقدر نقول لك اللي تظلم ما كانش كاع مع الثلاثي هو خنوس وي حتى هو كان يقدر يكون حتى هو من المرشحين وعلين راه قال لك فخر الدين راه تشجيع ولكن كترفع شويه المعنويات بعد ما ترفع لك المعنويات ديالك مرفوعه الحمد لله شي دابا بحال بونو المعنويات مرفوعه تبارك ان غران غارديان دي بيوت غدا غتشوفي راه لاعب تما تبارك الله ما كاينش نقاش حكيمي راه اليوم غتشوفيه كيجري مع سميتو مع باريس سان جيرمان عادي ما كاينش شي حاجه اللي كيكون عندها تاثير انا جو بونس با حنا ما كرهناهمش يرفعوا لنا المعنويات كاملين في الكان ان شاء الله الله العظيم يكونوا كاع داكشي اللي يجمعوا معنوياتهم كاملين ويعطيونا عاوتاني شي يعطيونا عاوتاني شي حاجه في الكان المقبل ل 32 يوم مابقاش بزاف قريبا بقات تقريبا شهر بقى انا والله انا داخل الكوب دافريك دابا كنشوف واش اللي واقع ناخذوا فاصل مستمعينا الكرام ثم نعود واش في خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود الوقود العادي والوقود العالي الجودة ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي بغيتوا الوقود العالي الجودة بطبيعة الحال ولكن بلا ما نخلصوا أكثر إيوا عليكم بوينكسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في ستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي المازوت وليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينكسو
كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كتر. ايوا موعدنا في جميع محطات وينكسو باش تعيشوا التجربة ديال وين بروتكت بلوس قبل ما تخلصوا كتر. وينكسو كتعطيكم ديما كتر. مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فزرع مباشر هو نظام تدبير متكامل تربة المزروعات في إطار دورة زراعية ملائمة، بحيث كيمكننا من المحافظة على الموارد الطبيعية. وهذه التقنية كتساعد الفلاح باش في وقت واحد يحط زريعة ولا غري ديال سباق الأرض بالكمية المطلوبة وفي المكان المناسب، ويغطيهم في الأرض بلا ما يحرثها، عكس القليب والخدمة ديال الأرض 3-4 المرات. وهذا الزرع المباشر كيدار باستعمال واحد النوع ديال البذارات ولا السموارات الخاصة واللي فيها أنواع مختلفة على حسب المنطقة والنوعية ديال التربة. وباستعمال تقنيات زرع مباشر واحترام دورة زراعية كيمكن حافظوا على البقايا ديال الفلاحات اللي فاتت في البلاد ديالنا، ونحسوا بهيكلات وخصوبة التربة والقدرة على تخزين الماء والحفاظ على الرطوبة لمدة كبيرة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبحكم إمكانية زرع مباشر بكري يمكن الفلاح يستعمل كمية أقل ديال الزريعة. فالدراسات بينات بلي يمكن نوفر حتى أكثر من 30% ديال الزريعة بالمقارنة للزرع العادي. وباش يمكن لينا نحدوا الكمية الزريعة اللي نديرو في الكتار، لازم نعرفوا الكثافة ديال القطنية اللي بغينا نوصلوا لها ومعدل وزن 1000 حبة والنسبة المئوية لقدرة الإنبات. وباش نتحكموا مزيان في الغرق ونحتارموا الفرق بين الصفوف ديال القطنية، لازم نستعملوا البذارة الميكانيكية. وفي هذه الحالة فالفروق الموصى بها كتراوح بين 60 و 80 سنتيمتر الفول والفيليا، وبين 40 و 60 سنتيمتر الحمص والعدس. فبالنسبة للمناطق البورية الملائمة يمكن استعمال كمية الزرع كتراوح بين 80 إلى 120 كيلوغرام في الكتار الفول والفيليا. أما بالنسبة للمناطق السقوية فيمكن استعمله من 80 إلى 140 كيلوغرام في الهكتار على حساب وفرة مياه السقي وبرنامج التغذية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فهاد التقنية ديال الزرع مباشر هي تقنية ماشي جديدة، والعديد ديال الدول اللي معروفة بإنتاج القطاني والحبوب متبعها، ولازم نعملوا مجهود باش ننجحوها في بلادنا. والوزارة الوصية ومجموعة ديال الفاعلين بما فيه مبادرة المثمر كيقوموا بمجهودات كبيرة، وبفضل منصة تطبيقية اللي قامت بها مبادرة المثمر على الحبوب والقطاني، وبفريق متكامل من المهندسين والمهندسات وفي جميع مناطق المغرب خلال المواسم الثلاث الأخيرة، وبشهادة الفلاحة وجميع المهتمين بهذا الشأن، تمين بوضوح أهمية الزرع المباشر. والمزيد من المعلومات ادعوكم لزيارة الموقع الإلكتروني www.agripedia.ma. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة. البطولة مع منير أوبري، فخر الدين رجحي، وإيمان بوليد، من الوحدة 3 ديال العشية على جدا إفام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام، وهذا المشكل ديال لادابتاسيون بان جبدنا موضوع ديال لادابتاسيون وفخر الدين عطانا فيه درس. اودي شكرا، الله يجازيك بخير على هذا المجهود، المجهودات الجباره. انا اللي نقول شي كلمه وثاني مابقاوش يدينا عليا في الكومونتير. فخر الدين كيمشي غير شي وقت واجيز، كيمشي شي وقت واجيز الامريكان ولا كندا، كيجينا واحد اخر كيتادابتا معاه. كالمي بعدا ما عقلتيش نهار كنا كنعيطوا ليك كيقولوا للمستمعين فخر الدين. على فخر الدين ولا لا؟ فخر الدين، اهلا وسهلا. اهلا، السلام عليكم. بخير وعليكم السلام. بخير، اموركم هانيه؟ وقتي كتعطيه اسئله ما عرف ديالهاش انا ديال دي سوجي. عندك الجيران ديال 70-75 عام تفيقهم يجوا البوليس، سيرتو لك كتغوتوا ما عارفينش كاع علاش كان ضرنا على وتخلق لي مشكل. بطوله واقفه والله العظيم. عباس، شو واحد الكونت قال لك عباس مغربي في البوسنه والهرسك. اه فاش غادي تفرج اليوم السيمونير؟ كاين اتحاد جده اوكلاند سيتي افتتاح كاس العالم الانديه. اييه غادي نديروا لها شي زوين زوين زوين. هاد كاس العالم الانديه في السعوديه من المرتقب تكون من بين احسن النسخ، لانه مروجين لها بواحد الشكل. راه كيخدموا لكاس العالم، خدامين لكاس العالم فلوس امونير كدير كلشي، وسيرتو اخر نسخه بسبعه الانديه. لا والمشكله هي غتكون لا عندك المقومات كدير كلشي امونير. ولا قال لك دوري ابطال اوروبا غالاتا ساراي كوبنهاغن تصاحب المشاهده والبايرن اليونايتد. سيموني رابونو شرفنا في توزيع الجوائز ديال الفيفا مع النجوم الكبار جدا، اما هاد الكاف البارح كانوا تيجوني بحال
كيفرقوا هذا عيد الميلاد. الكاف غيجيوك بحال الكاف. الكاف خاص غير يكون يخدموا شويه ديال الشفافيه في الاعلان على المعايير والطرق باش كيسيليكسيوناو هاد الناس وكيترشحوا هاد الناس. صافي هادشي اللي كاين. صافي باش الناس حتى هما يعرفوا. نابولي ما عجبتهمش الشمسيه ديال اوسيمين قبل ماتش مصيري ديال مع براغا في الشامبيونز ليغ. ما بغاوش يمشي سعد السرنيغي. السلام عليكم ورحمه الله. هدى عروف اهلا وسهلا. خاصك كاينه ديال الراس السيمونير باش تبقى تشرح للناس هادشي ديال البطوله. لا ما فيه ما تشرح هادشي ديال البطوله معروف دابا والله. انا غير كيبقى فينا غير بحال مثلا فذكر كتفرج شي دوره وكتبدا تلقى الاصدقاء هنا كيقول لك هذا الريتم وهذا الريتم. لا سول علاش ديرها سي فري. دابا ما تسنى لا ريتم لا والو. وقال مشينا حتى للمراكب دافريك صعيب الحاله منير غتكون كارثه. لا عاد غتبدا البطوله ديك الساعه ولكن عاوتاني صرا بيش با فينا وات ما عرفت. ندخلوا المنافسات بطوله القسم الثاني الدوره 14 واللي كانت افتتحت نهار الجمعه بلقاء الكوكب المراكشي والدفاع الجديد. فوز الكوكب المراكشي بواحد الصفر. باقي النتائج كوديم فوز خارج الميدان امام شباب المسيره 2-1. اولمبيك تشيره سريع واتزم 0-0. رجاء بن ملالي فازوا على الجمعيه السلويه 4-0. ستاد المغربي شباب طلاس خنيفرة 0-0. اولمبيك خريبكا فاز على شباب نكرير 1-0. وداد فاز فازوا على التحدي سمير وجدي 1-0. والراك يفوز على الاتفاق المراكشي 3-0. الترتيب بعد ما كان الحديث على ديك الكوكبه اللي فيها اربعه ديال الفرق دابا بدات دوج ديال الفرق بحال كينفصلوا على ذاك الرباعي. الكوكب المراكشي والنادي المكناسي في الصداره ب 27 متبوعين بستاد. ستاد في المركز الثالث ب 24 ثم الدفاع الجديدي في المركز الرابع ب 23. عاد كتجي رجاء بن ملال في المركز الخامس هي والاتحاد الاسلامي الوجدي ب 21 نقطة. ثم اولمبيك خريبكا وشباب اطلس خنيفرة 19 نقطة في المركز السابع. شباب بن قرير في المركز التاسع 18 نقطة. شباب المسيرة في المركز العاشر ب 16 نقطة. الاتفاق المراكشي المركز 11 15 نقطة. المركز 12 فيه الوداد الفاسي سريع واتزم اولمبيك تجيرة 14 نقطة. الراك في المركز ما قبل الاخير 12 نقطة. والجمعية السلوية فخر الدين في المركز الاخير 9 نقط. ايوا تحصيل حاصل بالنسبة للجمعية السلوية. ولكن إلى أين؟ وإلى أين؟ إلى النفق المسدود. حيث أنت كتضيع دابا في القيطات وكدير صعيب عليك الحال من واحد وقت من الأوقات تبغي تجمع الشمل. كيكون عندك شوية مسألة كتصعب. اللي بغي يدير شي حاجة منير يديرها دابا. دابا النص البطولة سهلة. لا اللي شوف اللي باغي يدير شي حاجة يديرها دابا. سي ترو طار. باش تجمع عاوتاني القيطات وتصوفي ودير جواد فريق تا هو نازل الهوات. لايسيس. ما عرفتش. على مستوى المقدمة كوكب والكوديم بداو كي رجعوا ثاني هضرتي لي على الكوديم فيكتوار الاكستيريور خصوصا في العيون امام شباب مسيرة راه هنا كتبين لك بان الفريق راه يمكن عازم باغي يرجع للقسم الوطني الاول لانه تحقيق النتائج لا هو لا فريق الكوكب المراكشي مع العلم انه انا كتعرفني لا اسبق الاحداث مازال هناك مباريات ومازال الطريق شاق وطويل باقي النص ديال البطوله. لا شوف الطريق شاق وطويل لانه غتكون في مباريات صعيبه وصعيبه جدا خصوصا في القسم الوطني الثاني كاينه منافسه وغادي يكون ريتم. دابا هادو عندهم ريتم ديال المباريات كيتلاقاو بعضياتهم فرق اللي عندها تاريخ في القسم الوطني الاول كاين ريتم. شي هاد البطوله كنت نقل لك في لا تلفزيون غادي تشوف فيها شي والله ما كرهنا حضور جماهيري والله ما كرهنا داك لو ريتم ديال اللعابه والله تك والله تغتفرج والله ما كرهنا ولكن ما عندك ما راه داك النهار ملعب الشرفي مكناس الماتش ديال الكوديم رشيد اللي قلت لي قبيله اللي قال لك واقيلا راه في اسبانيا اللي عطانا نتيجه القرعه قال لك السيمونير قول فخر الدين راني غير في سيدي افني كاش من اسبانيا واصحابنا اخويا انت راه سيدي افني راه باقى ديك الثقافه الاسبانيه باقى في مرحبا راه باقي الدراري تما الشباب كيسميو بعضياتهم سميات بدر انا اصحاب لي من هضرتي اخويا اصحاب لي انت في الاسبان بدر بيدرو يوسف جوزيف بحال هكا كيبقاو يشدوا في بعضياتهم بحال هكا. مستمعينا الكرام الرقم الهاتفي للتواصل 0522 36 05 36. مرحبا بالجميع بدايه من هذه اللحظه. نعم مالكم والو انا فخر الدين كنتكلموا بالاعيون البرمجه شوف لجنه البرمجه واش تهديم الملاعب المغربيه ما كيلعبش دور في تقلص جوده البطوله ماشي تهديم اعاده تاهيل الهدم هو الملعب ديال البرنوصي وملعب مرشان وداك الملعب القديم ديال سلا سميتو ديال سلا الملعب القديم ديال سلا اللي كان حتى هو
هادوك مشاو ما بقاوش هادوك الملاعب، ما هادو إعادة تأهيل. سيمونير غنشوفوا اليوم لاعبين السابقين في مدرجات الألترا فورد. بحالاش كيدق عليك اللي غتشوفوا اللاعبين السابقين شي حاجه ماتش ديال مانشستر حاجه اللي عاديه الشريف كيدق عليك عاديه. دابا عبد المجيد قال لي سيمونير سول فخر الدين، هاد السؤال اصلا اللي غنسول ماشي هو اللي غنسول، نفس دوك الاسئله اللي كانت كتطرح شحال هادي قديمه، راه ماشي هو صاحب القرار ولا واحد اخر ولا واحد اخر. سي بري بصح بحال غنمشي عند ايمان. ايمان اهلا. ايمان علاش ما مشيتيش للبي بي سي؟ واه ما عيطوش ليا باش نمشي لعندهم. صافي ما يمكنش انا نمشي لعند البي بي سي وما عيطوش ليا. سيري دقي. لا ما يمكنش، عندي الكرامه ديالي ما كتسمحش ليا. واش فهمتي سي عبد المجيد بلا ما نقرا التعليق؟ هو عرفتو كان بزاف ديال السميات. عرفتو فين مشى، عرفتو فين مشى. غادي يسميوني رشيدوف خوسي بن زرتي. سي رشيد. محسن بو بكر عمار. لا ماشي بو بكر عمار. لا لا بو بكر عمار لك معروف راه هو اللي كان فيه التيران ديال السلاو خلا كان سميتو هو المسيره. اي راه كان ملعب مسيره ولا شي واقيله ديال التراب. والله ما عقلت انا لعبت في واحد على ليبوك كان ديال التراب مع موح ومع مبارك ومع غالبا غيكون ومع محروس ومع السي غالبا غيكون هو. هو مشيو عند السي رضوان من طنجه جوراليست كاتبه. مشيو عند السي رضوان من طنجه. السي رضوان مرحبا. السلام عليكم سيمونير. تحياتي السي رضوان مرحبا. مزيان الله يبارك فيك اخويا بارك الله فيك. صباح الدين الله يبارك فيك خويا. الو سي رضوان. الو 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 سي رضوان. ما كنسمعوكش. وي وي اخويا تفضل سي رضوان. مزيان الله يبارك فيك اخويا بارك الله فيك. نعم معك. انت صحفي؟ انت صحفي؟ اي صحفي في نسويه كرة نسوية. كرة نسوية مرحبا سي رضوان. مرحبا بك. كندير التغطية الماتشات ديال اتحاد طنجة والبوغاز و ديال التضامن. مرحبا بك. مرحبا بك. وكيدير كيدير داك الملعب ديال القرية الرياضية اللي كيستقبلوا فيه البنات ديال طنجة مزيان؟ دابا كيصاوبوه، دابا كيصاوبوه ما خدامش دابا كيصاوبوه. كانوا كيستقبلوا فيه البنات ديال طنجة. كانوا كيستقبلوا فيه البنات ديال اتحاد طنجة. اي كانوا قبل. دابا صار لهم الملعب ديال نتاع تاع القوى. نعم وكيستخدموا فيه دابا تما حداه. تفضل السي رضوان الا عندك شي تدخل مرحبا. نعم بغيت نسول على حسب البرمجه اييه ديال البطوله ديال البنات. اييه هاد الدوره هادي داروا جوج ديال الماتشات في نفس الملعب ونص ساعة ونص النهار. ما غلط ما واش ما عارفينش ولا ما غيعطيو نص تيران لواحد دايرين حطنجة مع فينيكس. فين فين هادشي؟ ها فين غيلعبوا؟ في طنجة. طنجة طنجة ايوا اتحاد طنجة مع فينيكس ديال مراكش. اييه تحت في الجوج. تحت في الجوج. ونفس النهار والتوقيت والساعة البوغاز مع نجوم المستقبل. ما يمكن يوقع غلط، خاص شي واحد ينبههم. عيطت للمكتب ديال البوغاز. اييه. قالوا لي راه شفنا لهم مراسل عند جامعة والعصبة راهم كيتسناو كيسنوا الرد ديالها. الرد ديالها. نعم ايوا انا سوا سيري سيرتان بانه غادي تحيد هذاك واحد الماتش غادي ديكالا اما يتلعب بالسبت ولا مورا هذاك الماتش ولا شي حاجه. حيت كاين الاولويه عند اتحاد طنجه. وييه هما غادي يشوفوا غادي يشوفوا الخيار ديال المدينه. عرفت حتى الفريق الاخر ديال المدينه. حتى هو ديال المدينه. حتى الفريق الاخر ديال المدينه. الثاني المدينه. اي انا القضيه ديال الاولويه راه جوج فرقين بحال بحال. الاولويه عندي شويه. لا العصبة اللي كدير لك الأولوية عند الفريق الأول عاد مورا الفريق الثاني. نعم دونك دابا يقدروا يقدموا الماتش ديال البوغاز السبت. السبت غالبا السبت في انتظار في انتظار يلقاوهما غادي يلقاو الحل. ما كنظنش هذا غيكون غير مجرد سهو خطأ. سهو سهو. تحية لك خويا رضوان من مدينة طنجة وهذا المشكل هذا. شكرا سيمونيا. شكرا لك سي رضوان. راه كاين راه وقعات في هاد
هذا العام هذه ما بين شوف ما بين الهوات والنخبة على مستوى المناديب المستوى المناديب المندوب المناديب ديال المباريات لي ديليغي صحابي كيمشيو يندبوا وراه كاين فيهم اللي كيمشي يندب شحال من واحد تعين وهذا نظرا لعدم التنسيق بين بين العصبتين مندوب واحد كيتعين في جوج ديال المباريات فوق واحد ساداته فوق واحد كي غيدير يقدر يمشي يصفط خو ولا عمو ولا شي واحد فلسطين وينرز الفريخ راك عزيز علينا الله يكثر خيرك اخويا الله يكثر خيرك كل شيء كيتصايب عندكم نهار تجيو تسجلوا الحلقه وتلقاو حتى نتوما الاوراش وتوليو تلقاو الاوراش مسدوده وخاصكم تولوا تقلبوا على الاستوديو لا على الاقل هنا كنتعلموا لا عارفين اش كاين انا غنتعلموا هذا ماشي بحال الملاعب لا كنتعلموا ايمن بيان سور كاين البرنامج مشيو كندا عند سي سعيد ما نخليوش الدراري مشيو لكندا سعيد لكندا مرحبا سي سعيد السلام عليكم سي مونيال وعليكم السلام سي سعيد اهلا وسهلا الله يبارك فيك مشيو فخر الدين كي داير اخويا لاباس عليكم فكرتيني بداك اللاعب ديال بونجور مسيو عرفتي لعبتي الكارت ديال بونجور مسيو عرفتي لعبتي هاد اللعبه هذا ديال بونجور مدام ملي كتكون الصوطه والري كنديرو ليه والري كنديرو ليه شابو والله اسمك كنضرب والله اسمك كنضرب تضحك تضحك سي سعيد فكرتك في هذه اللعبه ياك سي سعيد الله يبارك فيك مرحبا بك خويا مرحبا بك اكيد مدام ايمان كي دايره لاباس عليك الحمد لله سي سعيد شكرا لك الله يبارك بارك الله فيك نتعلقش معكم واحد النقطه سي فخر الدين سي منير لا ايمان مرحبا اللاعب حمود ديال الوداد اييه نشوفوا سي فخر الدين دابا حمود لعب داك المقابله الاولى ديال الشامبيونز ليغ ودار داك الغلط اييه ومن داك من داك من ديك المقابله سي كومو يسابيل عادل رمزي عادل رمزي عادل رمزي ما بقاش شي قلتها البارحه سي سي سعيد ايوا ولكن دابا باش ما تلعبش اللعبه سي فخر الدين دابا تتقتل غير انا غادي انا غادي نقول لك انا نقولك واحد الكلمه باش ما باش ما نخليكش انت تعذب وباش ما باش انت ما تطوش جول يعني اللاعبين اللي يلعبوا الكره وحتى المدربين اللي يلعبوا الكره وداروا سميتو ما هذا غلط صراحه ما كنظن ما كيترتكبش من واحد انسان اللي هو لعب الكره حيت انت لا كنتي لعبتي الكره حيت الغلط غلط راه وارد في كره القدم السي سعيد اييه دابا سي سي فخر الدين شانتي قطعتيك كما قلتي الغلط وارد في كره القدم راه شفنا واش اخبار كاين مدافعين مدافعين ماركاو على راسهم اييه في الشامبيونز ليغ شوف في الشامبيونز ليغ مدافعين في لاكوب دي موند في كوب دوروب في في لاكوب دافريك راه كيوقع الغلط كيوقع شفنا لعابه كبار ما لعابه كبار في البطولات الاوروبيه تيديروا دي غرون فور ولكن تتشوفهم بالمقابلات بيان سور اللاعب تعطيه فرصه اخرى سي سعيد انا بغيت ندخل معك في هذا الموضوع ما كتشوفش مثلا حنا ما كنعرفوش لي كوليس مثلا الكواليس اللي كاينين لداخل مثلا حنا الله اعلم هو مكونفوكي الماتش ديال توالد قدام اللائحه واش ما كتشوفش لانه مثلا هذيك غير النقطه اللي فيضات الكاس واش اللاعب كان منضبط في لي زونطريمون ديالو واش فهمتي اللاعب راه ضابط وجاو كما قلتو البارح كون ما كانش لاعب زعما راه ما يعتمدش عليه فوز البنزرتي هو اللي دار الكراكي لعبوا كانوا لعبوا واتشي هذا هو التدخل ديالي بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك سي سعيد ملعب المسيره بساله دريس القادير شكرا لك سي دريس لعبت فيه انا هذاك واحد السؤال ديال عياد رجاء سولني واحد السؤال واخا كانت الاجابه عليه اللي كوش فخر الدين ما كانش يصلح يكون واحد الوقت هو كان بغى يدير هذا الشيء راه كان سابق الوقت ديالو قال لك الكوميديا مع عجيل ولا فلان لا كنت انا من الناس اللي راه تعراض عليه هذا الشيء والله العظيم راه يكفي على انك ما كنتيش كتخرج من الدار مع عند بزيز و الله الله وبنياز وعند باع الروب الله يرحمه في الدار وعمر السيد احنا الحمد لله راه عرفتي جمعه من كنا مع داك الشيء ديال بلا ما نقول لك دا سوكين والزهري وجبتي لنا موضوع ثاني ديال الكارطه حسن قال لك ما كانش البورتابل ايامات التربصات ديالكم
كان هادشي والله الا عنده الحق كتبدا بالضحك الروندا وتريس و... واللي ما عندوش مع المزاح كينوضه صافي. لعبتو حتى في الطياره فاش كنتو راجعين من موريتانيا من داك الماتش مع سميتو مع موريتانيا مع موريتانيا جاوني اخبار كثير كنت عطينا فيها الرونت بوش باش نديرو داك تراسينا تيران بالزيت ايه في موريتانيا في رمضان في رمضان انا جاوني اخبارك جاوني اخبارك بديتي لاعب معاهم في الاول يمكن ما كملتيش وهما بقاو لاعبين وانت عبرك تضحك عليهم هادشي اللي كاين فاش نزلوا قال الايوبي الله يرحمه اللي كان بغى يدير معاك شي حوار ساعة الصداع ديال الطياره ديال الطياره ما خدا غا الصداع في ديك الرحله ديال موريتانيا الله يرحمه مسكين الايوبي الايوبي الله يرحم سي محمد الايوبي مزال الله يرحمه مسكين كتفكر شي راه تحيه لمصطفى بدري بعد اللي هو اللي وثق لهذه الرحله بالتصاور هو كان دار دوك التصاور وتعاليق راه تقرا التعاليق راه تموت بالضحك واحد الصوره ديال حيت الجمهور بينو بين البونتوش كنا واقفين ماشي ما كاين لا كرياج لا والو اول كوارنر جالس في داك الكرسي ودايرها مصطفى بدري كتب عليها الالماني اول كوارنر يفكر ماذا لو كانت المانيا تلعب الاقصائيات في افريقيا عنده الحق واش كانت غتتاهل ولا لا كان خصنا نلعبوا حنا بعدا حنا كان عندنا جوج الحوايج يا اما ما نلعبوش نقدروا يعني الناس اللي مشاو معنا كمسؤولين يطالبوا ولكن حنا فضلنا فهمتي اش بنقول لك تراسا تيران واخا هو كان هذا ودخلنا لعبنا الدوزيام بيت بودربالة عزيز بودربالة منير واش اسماعيل مترجي باقي في الوداد سعد سرنيغي وقال في لسبوريك مع مديحي شكون هو اسماعيل مترجي اسماعيل كاين وقت الى كانوا قالوا لفخر الدين كيف الحال قال لهم مالك تهضر مع اماراتي شلونك زرق ايه شلونك العافيه سيمونير اللي جابوا لنا رئيس اديها في الفئات الصغرى ما بقيناش بغينا والو صاحبي انت كتهضر انا ما بغيتش نمشيو للوجده عند سي مساعد نمشيو للوجده عند سي مساعد مرحبا سي مساعد السلام عليكم خويا منير وعليكم السلام وعليكم السلام خويا كيفكم جميع المستمعات والمستمعين الله يبارك فيك جوج نقطات اخويا مرحبا بك مرحبا النقطه الاولى بغيت نتكلمك والله الا بكم صراحة على المستوى نتاع البطوله ديالنا اللي انا دي شان اللي شليتيني من اضعف بطوله وهي اللي شفتها هذه السنه وفي هذه المقابلات انا ما عرفتش لا جماهير لا ملاعب لاعبين ما يترينيوش لا حتى ما كان حتى شي حاجه انا نتمنى جايه على التوقف نتاع البطوله نتاع هذا نتاع 45 يوم 45 يدير واحد السنه بيضاء يخليو الناس ما يبقاو لا قريفات لا والو تاع اللاعبين يديروها بحال بطوله نتاع لي كوافور غير من الاثنين للاثنين ويخليو الناس يخليو الناس كيقولوا لا يتنوا على خاطرهم يديروا لنا واحد صاله بيضاء ويخليوهم سيدي تاع هاد تاع دوزيام ديفيزيون تاع عزوج حنا ما نشوفوا والو والله ما كاين والو والله الا كنت نتفرج انا نهار تفرج وزايد انت هاد الفرصه تفتحنا المقابلات انا تفرجت نهار المولوديه مع المولوديه المولوديه وشعيب عبد الله هذاك تاع المحمديه مسجلها باينه فيديو قداش غير باش لابيتي صفر تما ويستنى الفار 10 دقائق لهذا البينالتي نتاع المولوديه قاس نتاع المولوديه ما نقولوش ما قاس سي فري 10 دقائق تاع هذه الفرصه حنا كنبغيو نتبعوا والله الا كنت تفرج مولوديه مع المحمديه مورها تفرج توتنهام مع نيوكاسل تقول واش راني نتفرج البطوله نتاع المغرب مع نتاع الانجليز مقارنه قاسيه سي مساعداتي والله امورها تفرج غير مورها تفرج اسفي مع بالرشيد ومورها تفرج برشلونه مع خيرونه تقول واش حنا بطوله هذه ديالنا واش حشومه ويقول لك عاد نديرو كريب ما عندنا الناس كانت تلعب باطل الناس كانت تمشي بالبيسكليت ديالهم سي مساعد سي مساعد غير هو هذه المقارنات راه شويه صعيبه راه صعيبه بزاف راه قاسيه سيمونير انت هما راهم يديو الفلوس ما كانش اللي راه يسني باطل واش كياخذوهم واش كياخذو دوك الفلوس راه قبل ما يلعب راهم يديو واش لا لا سيني بريم سينياتور كيسيني واسي مساعد سينياتور وصافي شحال كان يديو صحابو كانوا راه هضر على داك شوف هضر على الفيلاليات ومصطفى وعلى مغفور الله يرحمه على واش كان شي واحد اللي راه دايا فيهم مصطفى السميري هضر على مصطفى اللي راه مكتعر شي واحد عرفو فيلالي راه مريض راه في الدار هو مريض الاخر مات الله يرحمه واش كان دايها فيهم شي واحد وثاني حاجه بغيت نسقسي فخر الدين وبغيت يجاوبني بكل صراحه الله يرحم الوالدين مرحبا بغيت نهضر لك اخويا فخر الدين
على على لي زافونسونت وتنزل لك على عبد الخالق وعلى نادير وعلى فرتوت وعلى موساندا وعلى العفوي هادو اللي لعبت معاهم بالمستوى تاع هاد لي زافونسونت. لا ما لعبش مع العفوي، العفوي يلعب عنده، العفوي يلعب عنده زعما اللي يعرفهم لي زافونسونت مع هاد لي زافونسونت تاع اليوم. واش كنتو كانوا لي لازال كانوا لاعبين بحال نقولوا 10 وليزال هما اللي كانوا زعما يطعموهم كانوا باينين، ولا هادوك لي زافونسونت كانوا عندهم يخدموا بحال راني نشوف لي زافونسونت اليوم تاع الوداد كل صحه ما راني نشوف والو. وشكرا عليكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. الله يحفظك السي مساعد. لا غير باش نجاوب على السؤال بانه سميتو وي ضروري يكونوا عندك الناس اللي كيمروا لك الكره الا كنتي يعني كتلعب في قلب الهجوم، وخص يكون عندك ميليو تيرا اللي كيعطيك سوا كويرات كيخرجك منك الحارس ولا كيدير، وهذه مسائل غابت شويه في هذا هذا البوست اللي ذكرتي وهذا الميليو تيران واش ماشي هي اللي زعما اللي دابا حلقه مشكل في الكره لا في سورتو في الوداد ما حد جبد الوداد. ايوا راه خاصك دابا خاصك ميليو تيران وشوف وخاصك النمط ديالك اللي انت تربيتي به واللي لعبات به الوداد منذ القدم وهو عمر ديزيري. ملي كتجي تشوف تاريخيا فريق الوداد كانوا عنده كل دائما كانوا ديزيل. انا سولت على الميليو لان دابا ملي كتشوف بقى غير جبران من هذاك الرباعي اللي كان اللي كان خصك دابا شي واحد جلال داودي ورجع الجعدي وحسوني ورجع انت رجع شويه وانت كترجع رجع مارشالين غير بقى انت بقى جي ما تجيش عندنا حنا كاع وغادي تشوف شكون هو الميليو التاني اللي كان فريق الوداد البارح النقاش السعيدي رجع عاوتاني فوت النقاش والسعيدي وانت غادي كتبقى دائما الميليو التاني كان مزيان منقاري سعيد فتاح زيد وانت غادي سي محمد برابح تيرمينا وسعد وخامه الله الله انت راك غادي راه سبحان الله العظيم. شوف عطر شعبينا عاوتاني لا داكشي اللي كنا كنهضروا عليه ناخذوا واحد الفاصل ومن بعد مستمعينا الكرام واخا نرجعوا معاك زيد داكشي اللي بغيتي ما كاين حتى شي مشكل راه كترجع كتمرضي فاصل ونعود مستمعينا الكرام. Saviez-vous qu'il est possible de gérer vos noms de domaine, site internet et adresse mail chez Infomaniac? Vous payez le juste prix et les données de votre entreprise restent au cœur de l'Europe. Infomaniac, le cloud éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com. الله يخلف على ميتسوبيتشي ال 200 خديت كريدي فابور غنرد غير داكشي اللي تسلفت ونزيدك الطريطه ديال الشهر كنخلص فيها غير 1607 درهم. ايوا كي جيتك اخويا ما عرفتش فين كتدبر على هاد الهموس. عند ميتسوبيتشي ال 200 ديال اوتوهول البيكوب اللي كتصلح في الباديه والمدينه الفلاح الحريفيه والمهنيين بقطاع الصناعه والبناء والنقل. ميتسوبيتشي ال 200 مريحه كالسياره قويه كالشاحنه. البطولة مع منير أوبري فخر الدين رجحي وإيمان بوليد من الوحدة لثلاثة ديال العشية على شادا إفهام. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا إفهام. تحية لكل الأصدقاء وكل المتتبعين. عباس المغربي في البوسنة والهرسك قال لي منير تحدث لنا على أول حوار صحفي لك مع فخر الدين كمدرب ماذا قال لك؟ كمدرب النهار الاول فاش غادي ياخذ الوداد ضد سوناكوس السنغال عرفتي التصريح امتى حدا الفيستير باقي ما بداوش الساعه كانت الدنيا هانيه كتهبط المدربين كيهضروا بخير على خير دابا يوسف فخر الدين الوداد قال لك هذه مشاكل كتعيشها الفرق والتغيير كون كانت الامور غدا مزيان ما كانش غادي يكون تغيير. قلت لي واش غادي يكون لمسات ديال فخر الدين اليوم؟ قال لي لا غادي اليوم بغينا نشوفوا البيوت وبغينا نشوفوا الكره الا لقيت داك التسجيل والله غادي تنجيبو. وانا ديك الساعه جاي هابط من الفوق شكون عد من ديك الساعه حنا باقي كنقراو مازال ما عد من خديت تصريح كان جالس كيتفرج عند الزاكي ديك الساعه يلاه كان ديك الساعه باقي في الماس الزاكي ويلا عليه الهضره غيكون مساعد ديال اومبرتو كويلو في ليكيب ناسيونال اييه هذيك الوقيته هذيك الساعات خديت التصريح عند الزاكي يلا غنمشيو قول لي بلاتي عفاك كان هني فخر الدين اللي تولى تدريب فريق الوداد عاد نهبط ديك الساعه عند لعند فخر الدين 2002 2001 ماشي 2002 2001 2002 مشيو ولا مشيو عند من؟ ايمن تخلع هذيك تاع 2001 2001 تخلع مسكينه مشيو عند من؟ سي محمد لطنجه سي محمد لطنجه مرحبا هذه ايامات خدامه معنا مرحبا سي محمد
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي مني مزيان. الله يحفظك أودي سي محمد. مزيان صحيحة العافية. بارك الله فيك سي محمد. سي فخر الدين. نعم سي محمد. كل شيء مزيان. الله يكثر خيرك. الله يحفظ أمك الله يحفظ والديك. الله يبارك فيك. أبغى نجي أنا لطنجة فوقك. أكان نجي أنا لطنجة. أنا صديق ديال الحناوي وديال بوزرارة وديال عمر الرايس وديال عوفي كاع الدراري تما كاع والله العظيم ملي كنمشي كنبدا كنشوفهم وطنجة عزيزة عليا. مزيان الله يرحم والديك. عزيزة عليا طنجة هي وتطوان والفوق والله عزيزة عليا ماشي كنقولها لك شحال هادي أنا كنمشي لتما الحمد لله. عاف لك الله يرحم والديك. مرحبا بك خويا. اذا حقلت عليا انا اللي كنت عند واحد الضامر كنت كتعملوا مع ايوب بصري في راديو مارس. اييه سونداج. سونداج كنت عملت على الارضيه تما الملاعب الصناعيه كتلاع في حموكيت. اييه كنت عيطت لك هضرت معك وانا وقعت لي حادثه في ديك ملعب زياده كانوا باقي ما صلحوش دابا. زياده خدمت فيها انا زياده خدمت فيه مع اتحاد طنجه. كنت كنلعب في الهوات ووقع لي كسر انا في ديك الايه كنت هضرت معاك تما توقفت المسيره ديالي دابا كندير بواحد الفريق لا حول ولا قوه الا بالله. وعلاش وقفتي؟ وكسر جفعي جوج ديال التهريسات. فين عندك؟ فين كانوا عندك؟ في الركبه. في الركبه وعندي في هذه اللي لا حيت الا قلتي لي مزدوج انا كان عندي في رجليات انايا والحمد لله قدرت نرجع. انت دابا يمكن الركبه كيكون شويه صعيب. لا وفي شوفيه بجوج. فوالا ركبوا ولا شوفيه. واه خويا اش نقول لك؟ طبيت مشات مره جات حظ ظابيه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ايوا على سلامتك اخويا. اش كدير دابا مدرب؟ دير فريق الهوات. الهوات؟ ما سميت الفريق؟ كورونا طنجه. ماشي كورونا هذا المرض اللي داز. لا واحد الفريق اسمه كورونا. دابا انتم ملي كتريني وكديروا الماسكات. البافيت كديروا البافيت. والله كيداير شحال كلاس الفريق ديالكم؟ حنا الثالثين. اي والله يسهل عليك خدام مزيان تبارك الله الامور مزيانه. اللونطريما في الرياض وصافي فينا كذا. ايوا شوف انتم هذاك المنطقه عاوتاني والهوات راه كتعيشوا واحد الازمات فين تبان هذو ديال اسميتهم. عليك بالصبر السي محمد. انا هذا الوصيه اللي نقول لك الصبر والاجتهاد ودوز لي ستاج الى جاوك ان شاء الله وداك الشيء والله يسخر لك في شي فريق حتى انت في دوزام ديفيزيون ولا هذا. خصها تكون عندك الشجاعه. شوف ما تيأش. امين. شوف انا نعطيك واحد النصيحه شي الدومين بحكم التجربه ديالي اللي دوزت. خص تكون عندك الشجاعه وتكون عندك شويه ديال فهمتيني والصبر. الله يرضي عليك السي محمد ان شاء الله. الصبر الله يعاونك السي محمد. فخر الدين بقى تعطيهم بحاول هي بحاول هنا شفيعيا ورا الى بقينا البحر اللي عاوتاني راه شنو هي حلقه بحاول هي بعدا والله راه ضروري خصنا نطلو شويه نطلو شويه. لا بدا سموني نسقسيك واحد جوج اللعابه بقيت كنشوف في البطوله اللي هما ايوب شورطي ديال النهضه كثر كان تعقل على ديك الوليد قالت على شورطي والهجوج رضا الهجوج. رضا الهجوج هاد الجوج ما عرفتش الهجوج. لا والله ما عرفتش انا ما عرفتش. وايوب شورطي كاين اللي يقدر يعطينا على الهجوج رشيد طورينو يقدر يقول لنا الهجوج فينا هو رضا الهجوج. وايوب شورطي كان كيعجبني ذاك اللاعب كان عنده واحد المستقبل ما عرفتش فين مشى دابا ما عرفتش اخويا والله يا ما هضرتش بيه كان مع نهضه بيه كان راه الا عقلتي كنت جبدت واحد الموضوع العام اللي فات كنا في شي سنوات كتكون عندك ديك لا ميزاجور ديال كتبقى عاقل فخر الدين مشى من هاد ليكيب دار ترونسفير كتبقى شادهم بكثرت ما كثر هذا الشيء دابا ولا كتقدر تلقى لعاب دار سته ديال لي زيكيب مثلا في 3 سنين ولا 4 سنين صافي ما بقيتيش عارف. انا بعض المرات كراس القناه الرياضيه والزملاء ديالنا تمايا ملي كيبدا يهضروا على شي لعاب تقول لك اللاعب اللي جاور وجاور وجاور كنبقى نسمع شحال جاور سته الفراقي سبعه وكنقول انا كنساهم وهذه راه شي حاجه اللي خطيره. راه خطيره غياب الاستقرار. عرفتي شنو هو؟ غياب الاستقرار كتلقاه جاور واحد العدد كبير من الفرق في القسم الثاني الثاني والاول. نعم اسمع محمد دابا المشكله فخر الدين كتشوفوا بهذا العام بهذا القميص بواحد الفارق كيبقى يبوس في الشعار ديالو كيمشي الفارق اللي العام اللي دار كيمشي الفارق عادي شي ديال بوساند عادي تما كيبقى خليه يبقى يبوس اللوغو حتى للصباح الا ما تخلصش اول واحد غادي يمشي للنزاعات. تبارك الله اسي محمد. الله يحفظك اسي محمد. تبارك الله عليك. واحد كلمه سيموني لاحظ بسرعه تكون عندنا ثقافه الاعتراف الله يرحم والدي. اييه بعد السي فخر الدين في حفل التكريم لا شنو نقول لك
الله يحفظك السي محمد. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يحفظك السي محمد. فخر الدين راك عزيزه. فخر الدين. الله يكثر خيرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك خويا محمد. الله يسهل عليك. ها ما يسهل عليك. امين يا رب. مسكين. سي منير العادي الضريبه كتكون اقل من المداخيل الماديه. وهذا السؤال اللي سولته اخويا العبداتي سول على المشكل في باقي الانديه كلها ماشي غير هذا النادي اللي ذكرتي سميتو هنا. راه مشكل ديال مشكل ديال الضريبه. والا ما تحلش في هذا العهد اللي رئيس الجامعه فوزي القجاع ولا هذا هو الدومين ديالو ما كنظنش انا غادي يقدر يتحل. خص تلقى لها شي صيغه باش انا الهجوش في العراق في نفط ميسان العراق يا الله يسهل عليه مسكين. حسن قال لك الايوبي الله يرحمه باقي الصوت ديالو في الذاكره اللي حد الساعه ما كثرت ما كنسمع البطوله. صوت غزال عند الله. الفرصي في الزمامره ماشي الفرصي السي عادل. ايوب الشرطي. الشرطي واحد الدري سميتو الشرطي. كورونا بالاسبانيه تعني التاج لا كورونا. السي فخر الدين شكون سبق في الوداد واش انت ولا سعد؟ هذا درويش معلم. بجوجنا حنا كاينين تما. سعد ديك الساعه في واش نفس لا جينيراسيون؟ اه تقريبا. انا هو ديك الساعه سعد كيلعب في انا كنلعب في هذاك لي جينيور اللي كيمشيو هذا وسعد كاين مع ليكيب بريمير وديك الساعه اللي كان الالتحاق. سعد تبارك الله ديك الساعه بادي مع شيشه ومع صحيته ومع الدراري وتلاقينا ما كانش فرق كبير. ما كملش حتى وقيلا كاع سنه ولا هذا. سعد من خيرة اللاعبين. سعد الزموري. لا سعد الناجي. سعد الناجي. سعد الناجي باردون. سعيد الزموري. سعيد الزموري. سعد الناجي. سعد الناجي. سعد الناجي. سعد الناجي. السرعة اللي كانت عند الهجوج لولا الإصابات. إيوا لا جينيراسيون 2014-15 في الوداد. والمنتخب الأولمبي حتى هو خسارة. وقفوا برمجة البطولات المدرسية لكرة القدم. هذا عاوتاني مع الاسف. مشاو عند الصديق السلام. مشاو عند الصديق السلام. مرحبا سي صديق. وتحيه للاخوان الكرام. الله يحفظك اخويا الصديق. خاي منير والميسترو ديالنا فخر الدين والاخ ايمان. تحيه لك سي صديق. بارك الله عليك. الله يحفظكم واخويا فخر الدين. نعم اخويا الصديق. اذا اسندت الامور الى غير اهلها. فانتظر الساعه. فانتظر. اخي كنتظروا هذه الساعه هذه. لا فهمتي من هنا قدام بحال داك الغارق اللي كيغرق وكيشوفوا فيه حتى فوندا كاع في مره. دابا انت كتهضر على راه هضرنا على القضيه ما عندك ما دير. ويا خويا راه خاص دابا شو هاد القضيه نقولها لك دابا ساليتي الماتشات راه الا كانت شي حاجه خصك ديرها خصك ديرها دابا. واه خويا والله العظيم هذا الشيء ولا كاين. واش باقي عبد الرزاق خيري كاين تما؟ واش غادي يدير لك خير اخويا؟ وماشي اش غيدير لك سولتك واش باقي؟ لا يمكن باقي. اشي اش سولتك انايا؟ لا يمكن باقي اخويا راه حتى هضرت على ملعب مسيره قبيله. اييه. ملعب مسيره الله يرحمه. الله يرحمه. ولات بلاصه مارينا في السله. وي. ودابا ولا بوك العمر ولا فوق جيت بالطانه الفوق. حداك التيران تا راه ما كانش غادي يكون ما جاش السنتيسي اللي في البرلمان ديالو كملوا تا هو ما غادي يلقاوش. بوبكر عمار حدا في الظهر ديال القاعه ديال فتح الله البوعزاوي بحال غادي المعموره. اي عرفته طريق مكناس فهمتي. واخويا اش غادي نقول لك الله يجعل ربي يدير تا هو الاخر هاد السفينه اللي راكبين فيها. امين اللهم امين. الله يحفظك. الله يحفظك السي صديق. شكرا. زوين هاد وعندو حق مسكين هذا هو الدعاء اللي يقدر الله يدير تاويل الخير ديالك. كتعرف ملي كتغلب ما يمكنش لك تكون شي حاجه اخرى من غير كتقصد الله. سير طون بونور قال لك حيمود اي بوهرا نو سون ني ايت العريف ني سكوما ني فخر الدين. انا هذا كله واحد البوست ديالو راه حيد فخر الدين وخلي خليك ايت العريف وسكوما ما رد عليك فوالا انا غير سي دي جوور نورمو دو بطوله جو بونس و ايزون او لور شونس بارابور ا دوطخ جو بونس بلاتي نكمل السؤال جو بونس كيزون او لور شونس بارابور ا دوطخ لو واك نيغي با لوان افيك او. وما عرفتش اخويا لان ماشي الهضره اللي كانت كتقال بالامس القريب. مشيو عند خالد باش ما يبقاش يتسنى خالد بالامس القريب. بالامس القريب كلشي كان كيشوف حيمود كيلعب وكلشي كان كينادي بسكومه وقت فوز البنزرتي. خالد مرحبا سي خالد. السلام عليكم.
الله يحفظك السي خالد. نش مدينة؟ دار بيضاء. من دار بيضاء. مرحبا سي خالد. من كازا. من كازا. من كازا. هو جادي. مرحبا سي خالد. شوف أنا عطيت كلمة على الأخ فخر الدين وأختي معك. الله يبارك فيك السي خالد. تحية لك سي خالد. أنا بيت فخر الدين يعاود لينا قصة اللي كانت في الوداد وشال الفيزا وقال الداوري بلا ما نبقى في الجديد كان يجيبو كازا. البطولة. أييه. أش نعاود لك أشنو؟ اي مشينا عسكرنا في ولعبنا مع جديده ولعبت الماتش مع جديده مع ريدا الرياحي عندي التعادل تنكازات البطاقه اش قلت لك اش قلت صوت ما كيتسمعش مزيان كان معك الداوري كان الداوري متعيد اها كان معك الداوري متعيد قلت لي عندي التعادل الكازا ونديو البطوله حيت غادي نشوف الى بيان البطوله الجديده غادي حيت هذاك حيت ماشي النقطه اللي خدينا من جديده ما كانت سهله ديك الساعه اي راه كان رضا الرياحي في كانوا لاعبين على البطوله كانوا لاعبين على البطوله هذا وحنا والرجاء كانت واحد ثلاثه الفرق والمشكل هو ان جديده في ديك الوقيته الى شتي التشكيله اللي كاينه وهذا ثم كان عندنا طرد ديال الدري كان كيلعب في ميلو تيرا إذا فكرتيني في السمية ديالو الصديق ديال سكومانيت ما طولت زيدون حسين زيدون ثم بيدودان اللي صبح باللوزتين جاتو سميتو والحمد لله قدرنا نجيبو وكتكلتها الدراري قلت لهم إن شاء الله هذا لو بوان هو باش إن شاء الله غادي ولكن كانت قبل من واحد فيكتوار مهمة مع الكوكب في كازا سيفري الكوكب مع فتحي جمال تفضل السي خالد ولكن القصه اللي عجبتني هي تجربه في الداوري قلنا حنا في الجديده الجمهور ديال الوداد غادي يجي افلوط اوت تلقى على الجديد الفرحه الحمد لله الله يكثر خيرك السي خالد الله يكثر خير الله يحفظك السي خالد الله يكثر خير وكنشكر كل الاصدقاء كل المستمعين اللي تواصلوا معنا في حلقه اليوم الى بقيتي كتجبد يعني الذكريات منير مزيان لا ما غتساليش لان تبارك الله كثيره وكثيره جدا عرفتي علاش تبارك الله وكلها تقريبا والله العظيم فيها احداث وفيها ما عرفت جو سي با وحنا هادشي خصو يعرفوه فهمتي واحد لا جينيراسيون اللي ما كت يمكن ما عندهاش واحد درايه اش كان واقع في الفرقه ديال الوداد كيفاش شنو كيفاش عاشات ومواليها ولعابه ديالها هذا هو المشكل اللي حصل فكنشكرك سي فخر الدين تحيه لك منير نتلاقاو غدا ان شاء الله مستمعي الكرام شكرا ايمان شكرا لك منير نتلاقاو غدا ان شاء الله تحياتي لكل المستمعين الساعه الثالثه